مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نلتقيكم وقد أطفأنا شمعتنا الثانية من بيتنا العامر وأشعلنا الثالثة وبدت وضاءة مشرقة للأعوام التالية. عامان مضيا فإذا بالثمار قد أينعت وحان قطافها لتكون بيوتا عامرة بالخير والصلاح، يفوح شذاها وطيب أثرها. عامان مضيا يحملان في طياتهما ذكريات رائعة تمتزج فيها مشاعر الفرح والحزن، أحداث وأخبار، آهات وآلام عايشناها معكم مشاهدينا، وعشنا هموم الأمة في فلسطين وغزة وسوريا ومصر وفي كل مكان. كنا ولا زلنا كخلية نحل تستقي رحيقها من ورودكم الراقية وتنهل من معين حبكم وتحظى باهتمامكم لتنتج عسلا صافيا خاليا من كل كدر وشائبة، تشوب إخلاصها في العمل ما يدفعها للتميز والارتقاء والانتقاء، انتقاء الكلمة الطيبة والكلمة الصادقة والكلمة الهادفة التي تعبر عن نبضكم واهتماماتكم. وسنكمل المشوار لنصل إلى بيوت راقية يكسوها الأمل والتفاؤل وننثر ورود المحبة والإخاء. سنبقى معكم نواصل المسير والسعي نحو التميز مهما كانت التحديات. بيتكم عامر بالخير والتميز والارتقاء، وبيتنا عامر بالناس اللي بتشبه لنا. عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لنا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبه. مشاهدينا واهلا بزميلاتي العزيزات، ويسعد مساكم مشاهدينا. دايما الايام بتمشي بسرعه لدرجه بنتوقف ونتساءل وين احنا. هيك مرت ايام بيتكم عامر، سنتين كنا فيها ضيوف عليكم مشاهدينا الكرام، شاركنا فيها الحوار بادر الاراء، دخلنا فيها الى بيوتكم ودخلتم قلوبنا، كانت قصصكم الهامنا وتفاعلكم مصدر ثراء لمواضيعنا. كم من الأحداث عشنا تفاصيلها معا، من حكاية المدارس لخبايا البيوت، ومن يوميات المواطن لهموم الوطن بكافة شرائح المجتمع. كنا معا في دعم أهلنا في غزة ولحظات الترقب لأي خبر يسعدنا من هناك، بيمثل انتصار الإنسان على القوة الغاشمة. كل عام ونحن منكم وأنتم منا، كل عام وبيتنا العامر بخير. أهلا فيكم. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. بكم وبزميلاتي العزيزات تحية طيبة، وصهيل خيل اليرموك يعمر البيوت. عامان ونحن نقترب منكم أكثر وأكثر،
صارت الحياة على ضيقها رحبة. رحبا بلقياكم، عانان بالأمل والألم، سطرنا معا حكايات وحكايات. تحية طيبة من دواخل الوجدان، وبيتكم عامر بالخير والطيب. أحبتنا قلبوا معنا الذكريات، سيمر على خيالكم طيفنا ألف مرة ومرة. كنا معكم في الفرح والهذا، في الوجع والبكاء، كنا صدى مشاعركم، ضحكاتكم، آهاتكم، كنا ولا زلنا وسنبقى في كل ما لا ينسى ولن ينسى. بيتكم عامر. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويسعد مساكم. وزينا البيوت العمران بأهلها الطيبين، تجمعهم في المناسبات السعيدة وفي الذكريات الحلوة. جمعتنا اليوم قناة اليرموك، وجمعنا بيتكم عامر في الزميلات العزيزات في فريق برنامج بيتكم عامر، وقبل الكل جمعنا فيكم في أول يوم في السنة الجديدة الثالثة من عمر بيتكم عامر. إحنا جدا سعيدين مشاهدينا بلقائنا معكم في هاليوم السعيد اللي بنتمنى إنه زي ما إحنا سعيدين في هاليوم تكونوا أنتوا كمان مشاعر السعادة تغمركم، لأنه إحنا توحدنا بمشاعرنا، توحد وجداننا في برنامج بيتكم عامر. طبعا بداية أنا بدي أرحب بزميلاتي، احنا يمكن من زمان ما جمعتنا حلقه واحده، لكن صحيح، لكن بمناسبه انه احنا عم ندخل سنتنا الثالثه في برنامج بيتكم عامر، فهي مناسبه سعيده اكيد لازم تجمع الفريق كامل. فانا برحب فيكم وبرحب بالساده المشاهدين. واحنا اليوم عندنا كثير فقرات، مش راح اخذ انا كل الحكي، اكيد راح اوزع على زميلاتي يحكوا هم شو الفقرات، لكن طبعا اعاود الترحاب بالمشاهدين الكرام، بتمنى تضلوا معنا الساعتين الجايين لانهم فيهم كثير مفاجآت وفقرات اكيد راح تنال اعجابكم. راح نرجع ذكريات حلقات سابقه، راح نحكي شو القادم الجديد، راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. أكيد اليوم الحلقة عمراني فيكم مشاهدينا الكرام أولا وأخيرا. إذا مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل ونرجع لنواصل حلقتنا اللي رح تكون أكيد مميزة بحضوركم، خليكم معانا. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلى هالدنيا اذا نترك اثر طول العمر. صار التطوع همنا، وتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا.
حياتنا بالحب نغرس والحصاد كبير. نخدم على الناس السوق، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا قبول. أحلى شعور روح حلوة رائعة على قلب واحد أجمعين، حتى ابتعدنا في البذل مستمتعين. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أنا فيكم مشاهدينا، طبعا هي فرصة سعيدة إنه إحنا دائما يعني ممكن نشوف بعض بالمناسبات، لكن نكون مع بعض في حلقة بتوحدنا ونتحدث فيها عن قصصنا مع هذا البرنامج. بيتكم عامر حقيقة في جوه، في طبيعة الإعداد له، في طبيعة الكواليس، دائما كان في جو أسري، جو من يعني الحب والتعاون وأيضا تبادل الأفكار وبطريقة موسعة دائما. فقراتنا أو فقرات حلقتنا المميزة لهذا اليوم أعزائنا المشاهدين رح تكون فيها تقرير أعدته زميلتنا دعاء جبر، يتحدث فيه عن كواليس البرنامج وعن بدايات البرنامج. يعني نحن بدأنا من سنتين، فكان هناك أحداث مختلفة خلال هذول العامين، كان هناك في نوع من التعدد الأشياء اللي مرت خلال هذين العامين. فهذا التقرير بيستعرض في أهم هذه الأحداث وأبرزها وأهم المفاصل الرئيسية اللي كان لبرنامج بيتكم عامر بصمته المميزة فيه. بعد هيك مشاهدينا رح يكون لدينا زميلتنا سلام ولقاء مع معدة البرنامج. تفضلي سلام تحكينا عنه. ليش سعد مساكم زميلاتي العزيزات، وسعد مساء المشاهدين الكرام. واحنا اكيد يعني اليوم طلتنا طله ان شاء الله تكون مميزه للمشاهدين، وطله كمان مميزه لكم انه احنا اجتمعنا في هذا اليوم. واكيد يعني ما اجمل ان نجتمع في هذا اليوم اللي هو نتوج فيه يعني ثمره جهد عامين ماضيين من العمل في برنامج بيتكم عامر. اتمنى ان شاء الله هذا البرنامج ان يكون فعلا قد نال صدى في قلوب الناس والمشاهدين، واحنا كمان يعني كم اثر فينا وكم اضاف لنا هذا البرنامج بالعمل. ونتمنى ان شاء الله يعني بالفقرات رح تناولها اليوم تنال اعجاب الساده المشاهدين، ونكون بعجاله يعني لخصنا هالسنتين ببعض المواقف والاثار اللي احنا متمنى انه ان شاء الله هيك تشاركونا فيها مشاهدينا اليوم. اكيد باقي فقرات رح تكون اكيد مع زميلاتي دعاء ومريم، رح يكملوا معكم الحديث عن بعض الامور اللي تتعلق باهم المواقف، اهم الامور اللي احنا ناقشناها في برنامجنا، الاحداث التي يمكن عشناها. اكيد دعاء يعني ومريم عشنا احداث غزه، احداث مصر، احداث كانت فارقه في حياتنا، كان لابد للبرنامج ان يقف ويكون له وقفه ويكون له موقف، وباحزانه بافراحه ربما. كذلك رح يكون ايضا الحديث معنا يمكن بموضوع بعض الامور اللي حابين نحكي فيها اللي اثرت برضه في نفوسنا. يمكن مريم دعاء شهدنا احنا الفتره اللي فاتت بعض الامور التي يمكن استوقفتنا، سواء مشاهد او مواقف او حتى ضيوف كان لهم بصمه، كان لهم اثر، ربما في كلمه، ربما في يعني موقف معين. فحابين برضه كمان اليوم احنا في هذا المناسبه السعيده لابد ان نستذكر هذه المواقف ونعيشها، يعني ونعيشها واقع ونقولها كمان للساده المشاهدين. وراح يكون ربما يمكن معنا اتصالات من برا انه نشوف بعض اللي كان معنا في البرنامج، بعض الناس اللي كان لهم اثر وكان لهم حضور وكان لهم يعني شيء مميز قدموه لنا في هذا البرنامج. حقهم علينا اكيد، والله احنا لو انه صح لنا نحكي مع كل المشاهدين او كل الضيوف اللي كانوا معنا ما بنقصر، لكن احنا بنحاول قدر الامكان أنا تواصل ببعض هيك النماذج اللي كانت يعني مؤثرة وكان لها دور يعني في برنامجنا. وحيكون أيضا معنا بختاما يعني ما بعرف إذا كان حديث عن موضوع التقرير، وفي تقرير رح إنه إحنا اللي نعم. قدمتوها حضراتكم عندنا في مريم ودعاء، قدمتوا تقارير عن لبعض الناس اللي كانوا يشاهدوا برنامجنا ودخلنا لبيوتهم وسألناهم عن برنامج بيتكم عامر وكيف كان برنامج بيتكم عامر خلال السنتين السابقتين، ما هو المأمول من برنامجنا إن شاء الله في المستقبل. يعني حتى أنه إحنا دائما بنحاول نسعى جاهدين أن نكون إن شاء الله متميزين يعني بما نقدم للناس. نعم طبعا سلام والسادة المشاهدين ومريم، قولي لي ولتهوني ولتهوني. طبعا ما يفوتنا أنه نشكر كل الناس اللي كانوا معنا في بيتكم عامر من البدايات وغادرونا
ابتداء من بشرى الحوراني وإسراء أحمد وشفاء الأخرس، وليس انتهاء بمخرجنا مهند لبابنة أيضا اللي كان معنا منذ البدايات، وكان لنا مواقف وذكريات وأشياء لا تنسى. طبعا مشاهدينا إحنا وزميلاتي يعني نتذكر هيك مع بعض، لأنه من كتر المواقف ما هي كثيرة ومن كتر ما مرينا بأحداث زي ما قلتي سلام أثرت فينا وتأثرنا فيها وأثرنا في الناس من خلالها، من كثرة هالمواقف أكيد يمكن بتفوتنا بعض الأمور، عشان هيك إحنا بدنا نحاول نستذكر مع بعض هالمواقف. وإذا نسينا حدا من الناس اللي غادرونا، جمانة اللحام كمان من جديد تركتنا، وكل الفريق اللي بيطلع من عنا وبيتركنا أكيد إحنا بنحزن عليه كأنه فرد من أفراد عائلتنا الأولى. لذلك تحية لكل من ساهم في إنجاح برنامج بيتكم عامر من البدايات إلى الآن، سواء تركنا أو ما زال معنا. المايك معك مريم. ملفت ببرنامج بيتكم عامر أنه كان فتحة خير على الكثير من اللي كانوا يشتغلوا فيه. بدأت فيه قبل سنتين والتحق بالماجستير، وزميلاتي يمكن بشرى وإسراء تزوجوا وأنجبوا، فيعني مبارك لهم. زميلتنا شفاء أيضا لديها خبر مفرح، وأيضا زميلة مهند أيضا يعني الله أمن عليه بطفلة. فيمكن الحلاوة بالبرنامج أنه عشنا يعني أحداث كان فيها نوع من الأسرية، المناسبات الجميلة، وكمان كون البرنامج الأسري اجتماعي حقيقة بخلينا نفوت للناس بطريقة يعني مش معتادين عليها في أماكن تانية. لما تفوتي أنت على عائلة وتتحدث معها وبنتعلم منهم حقيقة، يعني في كثير من الأحيان يكون الانطباع أنه المقدم هو اللي بيعطي أو هو اللي بيقدم شيء، لكن بأمر الواقع إحنا ناخذ اضعاف نتعلم احيانا. سبحان الله ممكن موقف او تجربه او قصه بتخلينا احنا نفسنا نستوقف يعني نتساءل، وبتغير في مسار امور كثير في حياتنا. فهي الفكره لما يكون البرنامج مع الناس ومن الناس بصير في نوع من الاخذ والعطاء. بتكون انت عم تقدمي شيء وبتستثيري شيء باللي امامك، وهو بالمقابل بقدم لك شيء. ممكن احيانا سؤال هيك احنا بنسالهم اياه بيكون الاجابه بالنسبه لنا احنا يعني تثلج صدورنا، بصير فينا احساس انه كم احنا بحاجه دائما نسمع من الناس. صحيح تعاملهم حتى مستوى الضيوف، يعني كمان لما يكون في ضيف يعني بتناول عده محاور، يعني بتكون انت كم بتتحدث على شيء انت بحاجه تسمعيه منه، فلما بيجاوب على هذا السؤال كم انت بتشعر الاجابه لك لنا احنا بتضيف لنا شيء كثير جميل، سواء كان المواضيع الدينيه او مواضيع الانسانيه. ربما يمكن احنا من عشنا هاي الاشياء مع الضيوف حتى وتاثرهم، يمكن شفنا احنا مشاهد غزه واحداث غزه، كيف يمكن دعاء ومريم شهدنا بكاء بعض الضيوف على بعض هاي الامور. فاحنا يمكن اكيد لما شو ما نحكي اكيد رح يعني مش حنقدر نحصي كل شيء صار، لكن بنحاول ان شاء الله. اذا مشاهدين احنا بدنا نشوف هذا التقرير اللي قعدته زميلتنا دعاء جبر حول برنامج بيتكم عامر منذ البدايات الى الان، خلينا نشاهد سويا. يدا بيد رفعنا قواعد البيت العامر، والقلوب قبل الألسنة تلهج بالدعاء الخالص أن تقبل ربنا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم. 24 رقم أثير إلى نفوسنا يذكرنا بطول النهار والليل. 24 شهرا وكل يوم تطوق أرواحنا شوقا إلى لقائكم. عامان مرة وكل يوم فيهما نلملم أفكارنا لنجمعها بين أيديكم، ونصيغ العبارات لترقى إلى ذوقكم، وذوقكم هم كبير يؤرق وجداننا. بدنا نرحب فيك يا تقى، أهلا وسهلا، يعني نورتينا وشرفتينا، وما شاء الله يعني الإنسان قد ما بيكبر وقد ما بيمشي فيه العمر بيضل لما بيشوف ناس هيك نماذج متميزة زي تقى يعني بينحنيلها وبيحنيلها بيرفع لها القبعة زي ما بقول. عامان مرة انتقلنا فيهما من عالم إلى عالم، فبعد أن كنا نلتقيكم من خلف كاميرا في غرفة صغيرة بجدرانها كبيرة بما نحمل لكم من حب وتقدير، وصلنا مشوارنا بقية الموسم في البيت العامر من وراء 3 كاميرات ليكبر البيت العامر بعد وقت بذلنا فيه أقصى الجهد في التجهيز والإعداد، لنحظى بمتابعتكم وتواصلكم، وليطل عليكم بيتكم عامر بحلة جديدة ملؤها العطاء والتصميم والإرادة. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية معبقة بنسائم الوطن، شعور كم خفقت به القلوب وحنين يزلزل مكامن الوجدان، تحية إلى كل الأوطان الجريحة التي تئن ألما ووجعا على ما حل بها من دمار وخراب، وجع عليك يا غزة الصمود ووجع عليك يا أقصان الجريح. الهدوء
نطرق أبواب بيوتكم والقلوب، وبكرم الأردنيين تفتحون لنا الأبواب لتعمر بيوتكم العامرة بكم كل يوم بضيف جديد، فنسعد بكم. نبضات قلوبنا تنذر باقتراب الوقت، وعيون الكاميرا تباغتنا، وفي أقل من لحيظات نكون بينكم. كيف كانوا الأباء والأجداد استعملوا الأواني الطهي؟ نعم، أواني المنزلية بشكل عام. المنزلية من خلو موجدة النار حتى طورت الأمور للبرينس للغاز لل. نعم، لأيامنا الحالية. لأيامنا الحالية. وما وراء الكاميرا خلية من النحل لا تعرف الراحة ولا الهدوء، فمنذ بداية الأسبوع حتى نهايته، ومن بداية الحلقة حتى ختامها، في غرفة الإعداد حيث مطبخ بيتكم عامر، هناك تجهز مواد الحلقة وتحضر وتطبخ على نار هادئة لتخرج لكم بأحسن ما يكون، سعيا منا للوصول إلى ذوقكم الراقي، ولتخرج المواد من هذه الغرفة إلى الجاليري حيث المخرج ومهندس البث اللذان يضيفان بعض المنكهات والإضافات لكمال هذه المواد بالتنسيق مع من خلف الكواليس داخل الاستوديو من المصورين، لتكون الحلقة على طبق من ذهب، فنقدمها لكم بأبهى حلة مع من تحبون واعتادت قلوبكم عليهن، حيث الكلمة الصادقة والمشاعر النبيلة والصورة الملتزمة، وتدور عجلة البيت العامر لنكون مع من سعى وراء لقمة العيش التي جبلت بحبات العرق المر. كنا مع المرابطات في البيوت يصنعن جيل النصر والتغيير، كنا مع الجنود الأوفياء في صروح التعليم يزرعون القيم والأخلاق ليثمر الغرس، كنا مع همومكم مع مواجعكم حين أنشدنا أناشيد الفرح، كنا نهتف للحب والأعياد للصمود والانتصار، وحين بكينا كانت دموعنا منبعها قلوب مؤمنة خاشعة مخلصة، ولما غضبنا كنا ثورة على الظلم والعدوان، كنا زلزالا هز عروش البغي والفساد، وحين أنت الشام وانتفضت كنا نبضها، وحين بكت مصر وتوجعت كنا صدى مواجعها، وحين وقفت غزة وقفة العزة ببيوتها العامرة برجالها ونسائها وأطفالها في وجه الاعتداء الإسرائيلي البربري كنا هناك، كنا معهم بالصرخة والدمعة والدعاء والزغروتة، وكنا عينكم على الحقيقة هناك، وكنا نتشرف بسماع أصواتكم التي كانت تلامس شغاف قلوبنا قبل أن تشنف آذاننا، وحين تفرحون نفرح، وفي كل الذكريات في رمضان الخير وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد النصر في غزة كنا معكم طيلة عامين بحلوها ومرها، نرصد نتابع ننقل منكم وإليكم، كنا قريبين منكم، كنا ولا زلنا، لأنكم في القلب تسكنون، نواصل المسير لأجلكم ولتدوم بيوتكم عامرة بوجودكم، بيتكم عامر. مشاهدينا الكرام، نشكر جدا زميلتنا دعاء جبر على هذا التقرير الجميل، لأنه صراحة عم عشنا أجواء البرنامج منذ بدأنا به إلى الآن. يعني تذكر يمكن مريم ودعاء البرنامج لما كان في الاستوديو القديم، ونحن نتشرف فعلا كانت بداياتنا بهذا الاستوديو الذي هو يعني أعطانا يعني كثير من المعاني الجميلة وبدأنا به وانتقلنا للآن، ونتمنى إن شاء الله التطور الأحسن للأحسن بإذن الله. صحيح. طبعا سلام، أنت شكرتيني، لكن لولا وجودكم ولولا جهود فريق الإعداد ولولا فعلا هالحلقات المميزة بمواضيعها وبأدائكم وبفريق الإعداد المنسقات والمعدات، وما ننسى ولاء إحنا نسيناها، لكن أكيد أهلا وسهلا فيها. نعم، يعني اللي بينذكر بالآخر أكيد له فضل طبعاً. لأنه وختامها مسك، فولاء لها كل الشكر كمان، ولها جهود طيبة. نعم. طبعا لولا كل هذه الجهود ولولا إدارة القناة ولولا هالمصورين اللي ما بدنا ننسى حدا فيهم، صح ظهرت صورة أبو أنس، لكن كل المصورين كلهم باسمه طبعا رح نذكرهم في نهاية البرنامج طبعاً. وشكر خاص لكل منهم، لولا هذه الجهود لما كان هذا التقرير. صحيح. صحيح. بهذه الجمالية والروعة طبعا مريم يمكن جاءتنا تركتنا فترة خلال هالفترة تطور البرنامج، لكن هي كمان جاءت لتضيف عليه كل
كل عنصر بيدخل البرنامج اكيد بيضيف مريم اضافات وبتضيف له البرنامج اضافات. انتم الخير والبركه ما شاء الله عليكم. يعني هو الحلو بالتقرير انا عم بتابع فيه سلام ودعاء انه قد ايه الاشياء يعني كثيره وسريعه. يعني بتتفاجئ انت اول شيء موضوع المحافظات وانه احنا فعليا كانت نقله بالنسبه لنا، يعني انك تروحي على المحافظات وتشوفي اشياء جديده عليكي واشياء حقيقه بتحببك بالاردن اكثر واكثر، بتحببك باهل الاردن الطيبين، بتحببك بهؤلاء الناس اللي بيكونوا معنا يعني ونحن بنفوت لحياتهم بطريقه جميله، بنتفاعل معهم وهم فعلا مصدر ثراء لهذا البرنامج حقيقه. صحيح. شدة يعني تتابع الأحداث وكثرتها وضيوف المختلفين وبصمة أحداث غزة حقيقة، يعني أنا ما بحس أدي إحنا كلنا يعني كمقدمين كمعدين كمصورين كمتابعين لما يكون الإنسان جزء من الحدث وليس فقط متفرج أو متابع. يعني كون الإنسان في الإعلام هو يطلع على ما يدور وينقل هذه الأشياء إلى الناس لكن بأسلوب وبنفس، فهذا الشيء كم فعلا كان فاصل في حياتنا وفي نفوسنا وكم أثر فينا وكم بنى فينا. فالله يعطيكم العافية جميعا، يعطيك العافية مرة تانية دعاء هذا التقرير الجميل، ذكرنا بأيام بدايات جميلة وأيضا أيام يعني جميلة نعيشها معا. هي المادة الجميلة يعني مش التقرير، المادة نفسها هي الجميلة. صحيح دعاء، فعلا أنا مطلع على التقرير شعرت فعلا صدقا أنه إن شاء الله كنا إحنا كلنا بصمة وتشرفنا فعلا أن يكون لنا بصمة يعني في كل موقف وكل حدث، ودخلنا بيوت الناس وعشنا أوجاعهم عشنا أفراحهم، استضفناهم عنا زرناهم في بيوتهم. يعني كان جميل جدا هاي الأمور إنه إحنا والله عم بتطلع، أنا جدا سعيدة إنه كان لنا بصمة وإن شاء الله رب العالمين يتقبل منا. ويعني أتمنى دوما أن نكون يعني قريبين من الناس، نلامس قضاياهم نلامس قلوبهم ونسعد دوما إنه تواصلهم معنا. بالمناسبة إحنا كده نتمنى مشاهدينا إنهم يتواصلوا معنا اليوم حتى يعني نسمع أصواتهم ويشاركونا هاي الفرحة، فرحة مضي عامين على برنامجنا، ونسمع مشاركاتهم، نسمع شو رأيهم في برنامجنا، شو بيحبوا كمان يكون عندنا إضافات أخرى في الأمور الثانية. نعم. طبعا أكيد يعني إحنا فقراتنا لسه ما لم تنتهي، وزميلات العزيزات اللي انتم راح تغدروني يعني لساعات لدقائق معدوده، معلش الله بعينك اكيد يعني مش حقدر افرقكم بنرجع بعدين ان شاء الله معاكم. الان مشاهدينا بعد هذا الفاصل في فقره واحد تكون ضيفتنا، هي مفاجاه للفقره، خليكم معنا وما تبتعدوا كثير حتى تشاهدوا معنا. اهلا وسهلا.
وحدك تسامح وتغفر ذنب من يعصي عليك لا ما قام والمقاصد فيه وحدك تسامح وتغفر ذنب من يعصي أدعيك في سر سري والعلن أدعيك حسن الخواتيم يا مولاي والغفران أدعيك يا من للدعاء تسمع تعدي يا فرد يا من رحمتك أوسع في المحبين سالا ربنا عظيم وإحنا عبادك يا عظيم يا ربي 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 أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام وما زلنا معكم نعيش أجواء فرحتنا بمرور عامين على برنامج بيتكم عامر. بيتكم عامر هو بيتكم وبيتنا وبيت إن شاء الله دوما عامر بالخير. أكيد يعني في هاي الأجواء لا يبد أنه يعني نلتقي بشخصية كان لها أثر كبير على نجاح برنامج بيتكم عامر، شخصية ربما تكون نسميها نحلة، ربما نسميها زهرة نشيطة تعمل حتى تطور وتميز هذا البرنامج بإضافات جميلة وإضافات جميلة جدا. فعلا برنامجنا كان جميل وأصبح الآن أجمل بوجود هذه الشخصية. ربما سمعنا صوتها عن طريق الإيربيس التي كان دوما تسمعنا هذا الصوت وتدخل في مداخلات في التقارير، كانت موجودة وراء الكواليس، كانت موجودة خلف الكاميرات، كانت موجودة. لكن اليوم احنا نلتقيها هاي الشخصية أمامنا اليوم في الاستوديو. منرحب بمعدة ومنسقة البرنامج، برنامج بيتكم عامر، دعاء وسيم بسيوني. أهلا وسهلا فيك دعاء. أهلا وسهلا فيك. طبعا احنا مبارك لك ومبارك لنا في مرور عامين على برنامج بيتكم عامر. منرحب فيك معنا لأول مرة في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك، وأنا برحب فيك وبرحب كل مشاهدين اللي موجودين معنا. سنتين من بيتكم عامر شهدت منهم 9 شهور بيعني الكثير لمنسقة ومعدة برنامج كانت خلف الكواليس بتعمل مع فريق كامل متكامل من إدارة من مساعدين من مخرجين، كانت من أجمل الأيام. تمام. أنا كنت حسألك يعني الآن عن ما هي الإضافات اللي أضفت لك إياها. عملك في برنامج بيتكم عامر كان تنسيق وإعداد، لكن أول شيء حابين برضو السادة المشاهدين نتعرف على دعاء، يعني من هي دعاء يعني بهيك بسطور قليلة جدا قبل ما تدخل عندنا هون للبرنامج تصبح معنا بالفريق. دعاء سلام هي بنت جامعية من جامعة كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية اللي هي بسموها الناس معهد عمان اللي هي اللاجئين الفلسطينيين، وبفتخر في هاي الجامعة كثير وهي الجامعة المنتقص حقها هون عندنا. دارسة معلم صف، تخرجت بشهر 1. شغلي بالإعلام هواية ورب العالمين الحمد لله رزقني أني أكون في قناة اليرموك الفضائية، هذه القناة الملتزمة بكوادرها بمقدمينها معدينها جميع ما فيها. باختصار هيدا طبعا أكيد يعني عملك في البرنامج هذا يمكن 9 شهور تقريبا ما شاء الله مر بسرعة، احنا ما حسينا على فكرة يعني جئتي يعني يمكن من شهر 12 أو 1 والآن أنت معنا يعني بهاي الفترة. دعاء أكيد قبل برنامج بيتكم عامر كانت شيء، وأكيد برنامج بيتكم عامر في عمل خلال 9 شهور أضاف لك شيء. ما هي الإضافات اللي أنت شعرتي فيها في صدقا يعني على صعيدك الشخصي وعلى حياتك وعلى من حولك؟ إذا بدنا نحكي عن الإضافات فبرنامج بيتكم عامر أو المهمة اللي أنا يعني ماسكاها اللي هي منسقة وإعداد برنامج بيتكم عامر، أنا عم بحكي عن مجموعة من الناس دعاء عم تتعامل معهم. دعاء بدها تكون قادرة على أنها تفهمهم جميعا، بدها تكون قادرة على أنها تكون مرنة معهم جميعا، بدها تكون على وعي وثقافة وخلينا نحكي دراية بكل ما يدور حولها. هذا الشيء ولد في دعاء شيء لم يكن قبل. كنت أشتغل في الجامعة، العمل الجامعي يختلف تماما. صحيح. يختلف تماما عن العمل في ميدان بتكوني مسؤولة. تكوني مسؤولة عن شاشة، هذه الشاشة تتبع لمنظومة، هذه المنظومة لها رسالة،
يجب أن تحافظي على هذه الرسالة. كانت تعمل دعاء طيلة 9 شهور إنها تحافظ على هذه الرسالة. كان في عندي شعار أنا بحكي لكل اللي بيشتغلوا معي، بوجه لهم رسالة اللي هم الآن في فريق الإعداد وفي غرفة الإعداد اللي هم زميلاتي جمانة اللحام. إحنا موجهة تحية لجمانة، كانت معانا وتركتنا لعملها، يعني إحنا موجهة تحية منها، يعطيك العافية على جهودك. أنا يعني الأنسة أشكرهم جميعا بإذن الله. إن شاء الله. أنا بدي أشكر جمانة، بدي أشكر ولاء حجاب وحنين سعادة، سعادة اللي كانوا معي في فريق الإعداد، في غرفة فريق الإعداد اللي كنا تحت شعار دائما احنا موجود عندنا هون على الورد اذا بنشوفه. شعارنا كان دائما اللي هو اول خطوات النجاح في العمل الحب والانتماء. جميل جميل. هذا اللي دعاء سعت له في بيتكم عامر على طيلة 9 شهور. احنا اكيد نقطع بحديثك، لكن نحكي برضو الوردات هذولا فكرتك كانت نعمل هالورد ونحط فيه هذا الشعار الجميل. ان شاء الله اكيد يعني هالشعار حنوزع على كل الزملاء، صح؟ حيتوزع ان شاء الله على الزملاء المصورين والكادر الموجود عندنا هنا في القناه. ودوما يعني الورد يعني قديش بيضيف جماليات وبيعطي نوع من انواع البهجه والراحه والعطاء كمان. طبعا احنا مشاهدينا اكيد بنكمل مع دعاء، لكن نستقبل احنا اتصالاتكم عبر الهواتف الموجوده على الشاشه امامكم، ونتمنى نسمع اصواتكم بهاي المناسبه اللي احنا اليوم بنعيشها وعم نشهد ثمره جهودنا لعامين. يعني معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة. اخت ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. كيف حالك اخت اسلام؟ الحمد لله تمام، كيفكم انتم؟ بخير ان شاء الله. الله يسعدك. انا بارككم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب ان شاء الله. للعزوه ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله نكون احنا وياكم في خدمه الاسلام والمسلمين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. تكون قناه خير ان شاء الله علينا. اللهم امين. اخت نادية، ايش رايك في برنامج بيتكم عامر؟ وايش بتحبي تشوفي يعني بالمستقبل ان شاء الله من هذا البرنامج؟ هو ما شاء الله عليه برنامج كثير حلو. يعني كثير رائع. صحيح احنا سنه الدوام مش كثير بنتابعه، يعني بيجي على 3:30 ونصف على بيوتنا يا دوب نخلص. فما بنتابعه كثير، يعني اذا بنتابع الاعاده بتاعت يوم الجمعه. فيعني رائع، يعني ما شاء الله عنكم ما بتقدموش شيء مش كويس، يعني ما شاء الله عليكم بتقدموا كل شيء كثير كويس. يعني عاجبك تماما، ما فيش ما بتحب تشوفوا شيء جديد، يعني اضافه جديده مثلا فقره؟ يا ريت. شو؟ مثل ايش يعني بتحبوا تشوفوا ناديه؟ ايش بتحبوا تشوفوا؟ احنا بنحب نشوف هيك برامج وثائقيه، جيبوا لنا برامج تعليميه، برامج يا ريت مثلا عندنا توجيه اليوم تعطونا مثلا كيف مثلا سبل التعليم او سبل الدراسه لاطفال مواضيع تربويه يمكن لها علاقه بالدراسه. السنه بتجيبوها اصعب من السنه اللي فاتت. نعم. فحابين يعني يكون في شيء هيك مثلا برضو اشياء يعني مفرحه لنا، يعني ان شاء الله اشياء مفرحه ومبهجه اكيد ان شاء الله. نشكرك يا اخت نادي على التواصل، ونتمنى ان شاء الله دائما نكون شغله اخت سلام. بس يا ريت شغله الصوت عندكم بالقناه يمكن هي اللي شوي دائما عندنا يعني الصوت يعني نزعل عليها انه لما يكون الصوت يعني تمام. الصوره سابقه الصوت او الصوت سابق الصوره، فهذا اللي شوي نسوي عليه. ولا هي قناة رائعة والله يبارك فيكم. نشكرك على هذه الإضافة. ما شاء الله عليك. الله يخليك. تسلم يا رب. وبيتك عامر إن شاء الله يا أخت نادية، ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. أهلا وسهلا فيكي. ومعنا اتصال آخر أيضا من الأخ هشام. هاشم أهلا وسهلا. السلام عليكم. كيف وعليكم السلام. الله يحييك. أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ أنا عملتي معي مقابلة الأسبوع الماضي. أهلا وسهلا أستاذ هاشم عبد الله. زيت التفاح، كيفك ستي؟ شو أخبارك؟ الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. وبشكر الست دعاء ما شاء الله عليها، الله يحماها يا رب. الله يعطيك العافية يا رب. والله برنامجكم كثير متميز وما شاء الله، يعني كل واحد بيشوفني بيحكي لي الحلقة كثير كانت ممتازة. فعلا والله كانت حلقة يعني جميلة جدا وكانت مفيدة فعلا. بتعالجوا يعني تهتموا بالمواطن، يعني مش زي قنوات اخرى بهمها الربح. نشكرك يا اخ هاشم على هاي الشهاده اللي معتز فيها. اكيد كثير كثير كل ما اشوف ناس يقولوا لي حلقه كانت مميزه وتقديم ممتاز، وانتم ما شاء الله عنكم يعني نشكرك. احلى شيء في القناه انها مو ربحيه. يعني جميل انك انت استاذ هاشم كنت ضيف عندنا في البرنامج، وكونك انت كنت ضيف يعني ما شاهدتنا من خلال الشاشه، انما كنت ايضا عشت الواقع وعشت الاستديو. نعم نعم. يعني اكيد لا والله ما شاء الله. نعم. يعني وناس طيبين، يعني الانسان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن نشكرك ونتمنى دوما ان شاء الله نكون عند حسن ظنك استاذ هاشم وظن الجميع. ان شاء الله بالتوفيق وللامام. وبس بشكر الاستاذ ابو الحارث واخونا علاء كمان. الله يحييك يا رب، تحيتك وصلت. الله يحييك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اذا جميل فعلا دعاء لما احنا برضه نسمع اراء يعني المشاهدين. احنا اكيد يعني وجودنا هون في البرنامج ما هو الا ان نوصل رسالتنا ونعبر
عن كل ما هو يمكن أن يكون يلامس قضايا الأمة وقضايا الناس واهتماماتهم. هلا الشغلة اللي حابة أسألك فيها، يعني أكيد في صعوبات بتواجهنا إحنا وواجهتنا لما تكونوا أنتم في هذا في هذه الغرفة الصغيرة التي هي غرفة صغيرة لكنها تحمل يعني مهام عظيمة جدا نريد أن نخرجها للناس. هذه الغرفة يعني كيف كان واجهتك فيها بعض الشغلات، يعني بعض النهفات، بعض الأشياء المفرحة المبهجة المحزنة، بعض الشغلات اللي تفاجأتي فيها، صعوبات، حدثينا عنها الأجواء. يعني اللي بدي يحكي اللي بيعمل بالإعداد وبالإعلام بدي يكون مستعد لأي مفاجأة لأي نهفة ممكن تكون على الهواء. صحيح. يعني من النهفات اللي أو خلينا نحكي الأمور اللي بداية عملي كنت أواجهها عند التنسيق مع أي ضيف أو مثلاً التزام معاه على حلقة، فجأة قبل الحلقة بساعة مثلاً تتفاجئي إنه هو فاهم إنه الاستضافة عبر الهاتف. فأنتي شو وضعك، يعني إيش بدك تعملي، أنت عندك حلقة بدك تطلع فيها على الهواء. من النهفات كمان اللي ممكن تصير الضيف يجي ناس المادة اللي بدي يحكيها أو اللي بدي يحاورها، أزمة الطريق اللي ممكن دائماً تكون سبب تأخير. هلأ في فريق الإعداد المواضيع في غرفة الإعداد من مهامها الصعبة هي الإعداد للحلقة، كيفية اختيار الموضوع. لهيك إحنا دائما بيكون في عنا استطلاع دائما ماذا يريد المشاهد من بيتكم عامر. صحيح. إيش بده من بيتكم عامر. نهفات الإعلام بشكل عام عديدة كثيرة، ممكن اللي بصير عنا هون في الاستوديو ممكن تيجي والكهرباء تقطع مثلا الاستوديو مثلا يصير في شغلة أو الشاشة تعلق وكذا يعني. وطبيعي الحلو إنه برضه إنه بتوقع العمل الإعلامي والشغل هون في الفريق خلانا نتعلم كيف نتعامل مع الأزمات، نكون مرنين. أيوة بالضبط، مش إنه خلاص أول ما المطب يكون واجهنا نحس إنه مشكلة وإشكالية كبيرة. العمل دائما بخلي عند الإنسان في عقله مرونة. دائما يكون عندك خطتين، خطة ألف وخطة باء. لازم كمان جيم برضه. جميل. العمل في الإعداد يعني وفي الإعلام بشكل عام سلام برجع بأكد إنه في كتير نهفات. أنا بدي بس أحكي عن بعض النقاط. طيب. اللي بتكون موجودة بنحكيها بس بعد إذنك نأخذ اتصال دعمك كضيفة لازم يعني لك بعد إذنك. إذا معنا محمد عباس، السلام عليكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله يحييك. حب الله أسلم عليكم عن كادر المعد وعن كادر. أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد. الله يسعدك يا رب، أتمنى لكم مزيد من التقدم إن شاء الله. مزيد ايش بتحب تحكي لنا اخي محمد بهذه المناسبه واحنا الان نمر ب يعني مرور عامين على برنامج بيتكم عامر، ما هي الرساله اللي بتحب توجه لنا اياها، اضافه حاب انه تشاهدها في برنامج بيتكم عامر؟ والله انا بتمنى لكم مزيد من التقدم والتطور وتوصيل الفكره تاعتكم. نعم نشكرك يا اخي محمد من عباس ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دائما، اهلا وسهلا فيك. تفضل الدعاء. سلام. النقطة اللي أنا كنت بدي أحكيها اللي هي الإعلام ماذا بعلمك. جميعنا كنا نحكي عن غزة ونشاهد رابعة ونشاهد أحداث غزة في بيوتنا. العمل بالإعلام بيخلي عندك احتكاك مباشر مع هذول الناس، فدائما دائما بيكون عندك السؤال لما تتواجه مباشرة مع هذول الناس مشاعرك كيف تحرك. يعني أنا بغزة ما كنت دعاء اللي كانت قبل بيتكم عامر. صحيح. تواصلي مع مراسلنا في غزة في الفترة الأخيرة سامي برهوم يعني اللي أنا طبعا بوجه له شكر وأكيد وتحية شيء بغير في الإنسان في داخله. يعني هذه كثيرا مر علينا في غرفة الإعداد لحظات مبكية. يعني أنا هون بدي أوجه تحية وأخص فيها جمان اللحام ولا إحجاب اللي هم معدات معي في البرنامج اللي كنا نشهد دموع بعض لو كانت يعني داخل القلوب بس كنا نشاهدها. فعلا في غرفة الإعداد ما لا يراه أحد. أكيد كلامك مش عم بتعبر على الوصف اللي أنت عم تحكي فيه. وخلينا نأخذ هذا الاتصال كمان دعاء. أحمد نيروخ، السلام عليكم، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا رب. حياك الله أختي أنت والأخوات، ما شاء الله يعني كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب، صحة وسلامة. إن شاء الله للأمام أكثر وأكثر. وفعلا قناتكم نورت بيوتنا، برنامجكم بالذات عامر، وجودكم الله يخليك يا رب. وفعلا أنتم يعني ما قصرتوا في أي أحداث حضرناها معكم. الله يسعدكم يعني يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا أم أحمد، وأنت أكيد يعني إن شاء الله عنك من المشاركات اللي كنت دوما تتواصلي معنا وشهدتي أفراحنا وأحزاننا ودموعنا ربما، وكنت كان لك كلمات جميلة جدا أيام أحداث غزة بقصائدك بكلماتك الرائعة. مشاعر الحياة. نعم. قناتنا مطامع الدعاء،
نور ورجاء وبسمة وضياء. قناتنا نار على كل الطغاة، وهي قناة الحقيقة التي لا تقدم إلا الحقيقة ولا غيرها، ودائما إن شاء الله إلى الأمام ولا خوف إن شاء الله من أي أحد إن شاء الله. تسلم يا رب أحمد، وبوركت كلماتك الرائعة اللي بتعطينا والله دفعة وهمة، وأن نكون إن شاء الله نواصل طريقنا نحو التميز حتى نكون عند حسن ظنكم. أهلا وسهلا فيكم أحمد. طيب الآن شكرا، شكرا لك. طيب دعاء، احنا حكيتي يمكن كلماتك ما بتعبر عن الاجواء اللي كنت عايشتيها، ومن فرحه من الام من احزان، وعشنا كثير اجواء ومعاكم كنا، وكنتم انتم خلف الكواليس، لكن يعني كنا نشعر بصدى يعني اعمالكم واثرها، واحنا شاهدنا والله ما شاء الله جهودكم مباركه، وانا والله يعني مهما قدمنا لكم يعني من تحايا مقصرين، سواء انت ولا جمانة اللحام ولا ولاء، وكمان كانت معنا حنين سابقا، كلها كانت يعني هاي كل واحد فيكم قدم شيء. بتوقع يعني لو سالتك اسئله هيك عن بعض الكلمات تعني لك ماذا تعنيكي في دقيقه واقل. طب انا بس بدي احكي شغله، انه انا دخلت على الهواء مش محضره ابدا لهذه الفقره، لاني من امبارح عم بشتغل حلقه اليوم، فانا عم تحكي وانا عم بسجل استحضر ايش بدي احكي. تفضل. طيب كويس، انا بدي اسالك هلا سؤال، يعني ماذا ماذا تعني لك كلمه مثلا فريق العمل؟ كلمه هيك موجزه لما هي فريق العمل. حب والتعاون. حب وتعاون تعاون. جميل جدا. الاخوه شو بتعني لك؟ أجمل إشي ممكن الإنسان يكتسبه من العمل. جميل. طيب هلا بدي أسألك كيف بتقضي عملك، يعني من أول مثلا إحنا بدأنا في عنا حلقة. جميل. كيف بدايات العمل؟ كيف بتم التخطيط والترتيب؟ طبعا التخطيط سلام واصل. التخطيط لبيتكم عامر، يعني أنت بتعرفي كيف عم بيتم. طبعا إحنا بيتم طرح المواضيع من المقدمات منك ومن دعاء جبر ومن مريم تولتش، طبعا زميلاتي اللي بوجه لهم تحية، والمقدمات اللي عم بتعلم منهم كثير أشياء كل يوم بيكونوا لإلي بيعطوني درس في الحياة. بتنطرح المواضيع، بتم عرضها على إدارة البرامج وعمديرنا اللي هو أستاذ علاء برقان، وأنا بوجه له تحية، هو مثابة الأب لإلنا في برنامج بيتكم عامر. طبعا احنا بنوجه له تحية، ونوجه تحية كمان للأستاذ خضر، يعني مشايخ وكل العاملين والإداريين اللي فعلا بهم بمثابة العمود الأساسي يعني في هذه القناة، اللي يقدمون كل شيء إن شاء الله تسهيلات. فالسلام الموضوع إنه يتم عرض المواضيع على أستاذ علاء، يتم الاتفاق بالإجماع على المواضيع، بعد ذلك بتوضع المحاور منا من المقدمة من الفريق بشكل عام، بعد ما نحط المواضيع بتم تجهيز الآن الضيوف. طبعا في فريق في غرفة الإعدااد موجود عندنا الأستاذ محمد أبو الرب، اللي أنا بوجه له تحية خاصة. أكيد طبعا إحنا الأكثر كمان. الشخص اللي أكثر تواصلا معه هو دعاء، للتواصل مع الضيوف، لتجهيز أمور المونتاج، واللي هو كمان بمثابة فعلا أخ لإلنا. أكيد إحنا بوجه له تحية بالشاشة، ويعطيه العافية كمان على جهوده. جميل. وطبعا أنا بوجه له تحية، هلا هو عم بيشوفنا أكيد. بعد ما تم التجهيز معه بيتم التواصل مع الفرق الأخرى في غرفة الإنتاج. عندنا العديدين اللي بعتذر إذا بنسى حدا، الأستاذ أبو جمال، عمر بدران، في الجرافيكس اللهم صل محمد، براء سالم، والأخ موسى. بعد ذلك بعد ما يتم تجهيز كل مواد الحلقة بيتم إرسالها للجاليري. الجاليري اللي فيه أستاذ زيد، المخرجين الثلاثة أستاذ زيد غزال، بلال علاونة، أبو جمال، بتم التشاور معهم، إضافة منكهاتهم. إذا إحنا طبعاً في التقرير سمعنا مطبخ ونكهات، فهي هون الطبخة عم بتصير من عندنا من غرفة الإعداد، ثم إرسالها للجاليري عند أستاذ زيد والمهندسين ومهندسين البث. وما بنسى كمان أشكرهم لمخرجينا الثلاثة، وأخرج وأشكر أيضا حسام قطشات. نعم اكيد المهندس والمخرج احيانا كمان اللي كثير في تعاون بيننا، وهو ايضا اخ فاضل، وفعلا في تواصل أكيد طبعاً كبير بيكون موجود. يعني بعدين بس سلام لهون للاستديو. نعم. انا هون بدي اشكر الناس اللي دائما انا بدخل وبس بيكون في عجقة امور، اولهم عمو ابو انس. نعم. يعني لك تحية عن جد خاصة، ونعتذر عن أي تقصير، هي أمور الحلقة هيك. إحنا حكيت الأستاذ محمود الشوبكي وأنا سمعنا. أكيد إحنا بنشكرهم جميعا، وأكيد مش ننسى حدا بنهاية الحلقة. بس خلينا نأخذ الاتصال كمان برضو الأستاذة أو الدكتورة هنادة القاضي معنا. السلام عليكم دكتورة، وشرفتينا ونورتينا باتصالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يعطيكم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يعافيك يا رب، مشتاقين لك. شو أخبارك أنت؟ إن شاء الله تكوني بخير.
سعدت بهذا اليوم والله، ولما فتحت يعني البرنامج برنامجكم وانا يعني من محبين هذا البرنامج. نعم الله يسعدك. واليوم انه مناسبه عندكم عامين، ف يعني بكل الحب بكل الاحترام لهذا البرنامج لهذه القناه، للاخوات الحبيبات سلام ودعاء ومريم والأمورة النشيطة دعاء. نعم. الله يسعدك. اللي هي بتعمل مع من خلف الكواليس وعملت معي لما حضرنا برنامج في رمضان في شهر رمضان المبارك، فتحية كبيرة لكم. الله يحييك. أنا بحييك كمان دكتورة هنادة، أن يعينكم وأن يعني تستمروا بهذا الطريق من العطاء الرائع. نعم. الله يحييك يا دكتورة هنادة. أنت معنا بس حابة نسمع رسالتك لنا، يعني كيف ما هي الرسالة حابة توجهي لنا إياها؟ الإضافات اللي يمكن إن كونك دكتور يعني كنت مشاركة معنا وعشتي أجواء برنامجنا، ماذا تريد أن تشاهد يعني في برنامج بيتكم عامر؟ يعني كنتم مبدعين وإن شاء الله تستمرون في طريق الإبداع بكل ما تحتاجه الأسرة والأطفال الأمهات الآباء المجتمع، مشاكل اجتماعية، جوانب أكاديمية، جوانب أخلاقية أكاديمية تربوية تعليمية، حتى أشياء لمسات فنية وجميلة كنتوا تطرقوها. نعم. حتى نعم. أناشيد جميلة قدمتوها، قضايا الأمة الإسلامية، تابعت معكم أحداث غزة والضيوف. نعم. اللي استضفتموهم، وفخورة بجهودكم صراحة، وأتمنى أن تستمروا بهذا الطريق من العطاء في كل مجالات الحياة. نعم. الاجتماعية والأخلاقية والسياسية، واحب انا دائما التركيز على دور المراه، وانتم ما شاء الله يعني تناولتوا. نعم الله يحييك يا رب دكتوره. بكل صراحه دقه وبكل عنايه، وان شاء الله تستمروا في ذلك. المراه إن شاء الله والطفل هم نجاح الاسره يعني اساسا. نعم احنا اكيد دكتوره مدني هي شهادتك نعتز فيها يعني دكتوره هناده، ونتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم وبانفاسكم يعني اللي معانا، اكيد ان شاء الله راح نقدم المزيد ان شاء الله من خير. حياك الله. امين. نشكرك دكتورة هنا، لكم كل توفيق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. حياك الله. الله يحييك يا حبيبات. اهلا وسهلا فيك. طبعا اكيد يعني دعاء كلامك مهم جدا كان عن فريق العمل. احنا قربنا على انتهاء الفقره، بس فريق العمل قديش انت كنت يعني حلقه وصل بين كل الكادر، يعني سواء كان من مخرجين من اعداد من مصورين من حتى بالجاليري وغيره، وحتى باللي بيعملوا في التقارير والمونتاج. هاي المنظومه كم هي بحاجه قديش منك انت يعني من جهود او من محاوله ان توازني بين الامور، بين تاخذي وتعطي اكثر. جميل جدا يكون في هذا النفس عندك يعني، ويكون واضح يعني في المخرجات في النهايه. هو الحمد لله يعني الواحد في كل مشوار لازم يجدد النيه مع رب العالمين. أكيد. العمل في اليرموك جهاد. العمل في اليرموك فعلا جهاد، انت عم بتوصلي رساله ملتزمه بعيده عنها جميع القنوات خلينا نحكي او الاغلب. فحبلك انت مع رب العالمين هو اللي بيوفقك بالاخر. العمل مع كل هذا الكادر مكسب لدعاء على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني. دعاء اليوم مبتدئه ما لها غير 9 أشهر تشتغل في الاعلام، هذا الشيء حينعكس. ودائما انا بوصي كل اللي بيشتغلوا في الاعلام في اليرموك خاصه تجديد النيه مع رب العالمين لهذه الرساله. انا بس عندي رساله للجمهور اللي عم بيحضرنا، برنامج بيتكم عامر عم بينحط منكم واليكم وقريبون منكم. اي رساله، اي حلقه، اي فعاليه، اي مهرجان، اي اضافه بتحبوها، فاحنا كل طرق التواصل مفتوحه. عندنا رسائل الواتساب، عندنا صفحه بيتكم عامر على الفيسبوك. نعم. وتليفون البرنامج. جميل. طيب احنا بدنا ناخذ اتصال عشان ننهي معاكي من الجديد، حضرينا شو جديدنا. طيب اتصال مع هديل. هديل السلام عليكم يا هديل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. تفضلي. هديل البسيوني. اهلا وسهلا بآل البسيوني. اختها دعاء اكيد. بنت خالتها. بنت خالتها. اهلا وسهلا فيكي يا هديل. الله يسعدك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. احييكم على القناه الجميله يعني والرائعه. تسلمي يا رب. الله يخليك. كمان من قناتكم اشكر كمان ما شاء الله دعاء البسيوني. يعني ما شاء الله كانت وما زالت نحله نصيطه، واتمنى لها دوام التقدم والنجاح ان شاء الله يا رب. هي عم تسمعك هلا دعاء على فكره يعني، وتوجهي لها رساله وشيء او كلمه. بحبها في الله واتمنى لها تقدم النجاح يا ربي، ودائما في عملها سواء الديني او الدنيوي، ويفتح عليها يا رب العالمين ان شاء الله. تسلم يا رب. شكرا لك يا هديل.
نعم احنا عشان الوقت يعني سريعا ما الجديد في برنامجنا ان شاء الله الان مباشره تحكي للمشاهدين في البداية أنا قبل ما أنسى بدي أشكر زميلتي الإعلامية الواعدة تمارا الفاخوري اللي موجودة هلأ خلف الكاميرات معنا بالاستديو نحييها أكيد لتمارا تمام جديد بيتكم عامر إن شاء الله فقرة على ذوقكم اللي تعودنا عليها تسجيل لكن اليوم حتصير معنا مباشر تمام. حتكون معنا حيكون معنا في مباشر على الهواء الست ريهام كبابجي في فقرة تجميل كل ما بتحتاجوا سيداتنا فإحنا على تواصل حتى ست ريهام تكون معكم حتكون فقرة مدة الفقرة ربع ساعة جميل. نستقبل اتصالاتكم أي أسئلة هي موجودة ترد عليكم معنا كمان ست منصطري ست منصطري أشغال يدوية حتعلمنا إعادة تدوير حتعلمنا بعض الفنون واللمسات اللي بتزين بيوتنا العامرة نعم. الفقرة البنت الثالثة وهي اللي تعودنا عليها زميلتنا آمنة أبو حمدة في التغذية حتكون معنا وإن شاء الله هناك العديد معنا أيضا في الفلاتاوة دكتورة ساجدة أبو فارس حتكون ولكن فقرتها حتكون مسجلة نعم. فإحنا من المشاهدين اللي بدكم إياه ممكن برسالة أكيد. لبيتكم عامر حتى يكون جاهز إحنا بنرحب دوما يعني في أي اقتراحات جديدة أكيد وفي أكيد. بإذن الله سلام كمان فقرات أيضا بإذن الله حتكون متواجدة معنا من يوم إذن يا دعاء إحنا مشكورك على وجودك معنا في الاستديو وهلأ بدنا نتركك عشان تتابع عملك بغرفة الإعداد وراح أكون معك إذن مشاهدينا قبل أن نغادركم أكيد يعني بنرحب بزميلاتنا بعد ما نغادر أنا ودعاء بمريم ودعاء جبر ومعكم بهالتقرير منودعكم تقرير عن كواليس برنامج بيتكم عامر وخليكم معنا ما زلنا معكم حياكم الله
حبيبي فرحة لا تنتسى ضمنا في حسنها هذا المساء كاد فيها خافقي أن يلمسا مهجة 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 نجمي ابتهاجا باللقاء سوف يبقى الوجد فيه ما بيننا طالما عشت وما عشت أنا نحن بالإخلاص نبني بيتنا نحن بالإخلاص نبني بيتنا وعليه قد كتبنا الموثقا قدر الله فكان الملتقى موعدا حلوا لقاء شيقا والبعد الذي ما بيننا ربنا جاد عمري أشرقا ربنا جاد مشاهدينا أكيد يعني مثل ما ذاكرتكم عامرة بالمواقف والمشاهد والمواضيع اللي طرحناها والمواقف الكثيرة ويمكن دموعنا وضحكاتنا وشوقنا ولهفتنا للقائكم كانت ذاكرة بيتكم عامر من خلال هالمشاهد اللي شفناها مع الأناشيد وهي طبعا من شغل ولاء اللي بدنا نوجه لها كمان مرة تحية على هالشغل الحلو مريم بالتأكيد كان لنا إحنا ضمن محطات بيتكم عامر محطات على تناقشت مواضيع محلية وناقشت مواضيع دولية وإقليمية نعم. كان البعض يحتاج أنه أنتوا خليكم في الأسرة خليكم في هموم البيت الست الأولاد رب الأسرة ومعاناتهم الناس في المدارس في المؤسسات لكن مريم ما قدرنا لانه بتوقع انه يعني هموم الاسره لا تنفصل ابدا عما يدور حولها صحيح. والسياسات بتاثر تاثير مباشر وما يحدث على الساحه المحليه او الدوليه في غزه في مصر في سوريا كان فعلا ياثر على اسرنا وعلى الناس اللي من حوالينا عشان هيك كان لنا محطات من مصر ومن سوريا ومن غزة ومن كل الأماكن اللي كانت فيها أحداث وفيها أمور يمكن بتألم أسرنا الأردنية وكنا نلامس أوجاع هؤلاء الناس حتى من خلال اتصالاتهم كانوا يتصلوا فينا من مصر ومن سوريا ومن كل مكان ليحاكونا ويسمعونا صوتهم فأكيد هاي المحطات كان لها أثر علينا وكنا إحنا كمان بنأثر فيها على الأسر اللي بتتابعنا هو حقيقة اللي بصير يا دعاء أنه لما أنت تكون مع الناس وتعايش يعني حديث الناس موضوع غزة موضوع مصر موضوع سوريا أيضا هو جزء من حديث شارعنا الأردني حقيقة وهذا الشيء يعني يمكن مجتمعنا الأردني مجتمع واعي مجتمع متفاعل ولا تنسى أنه إحنا في قلب المنطقة في قلب الأحداث ومن منا يعني لم يتأثر بما يحصل ومن منا ما كان جزء منه هناك فيعني في كمان يمكن مرات كسر المفهوم الشائع انه القضايا او البرامج الاسريه هي برامج بتركز على الامور اليوميه الواقعيه وهذا يمكن ربما يعني ما بعرف من وين اجى هذا المفهوم هي الفكره انه الاسره شيء متكامل هي لبنه من اول لبنات المجتمع فشيء طبيعي انه تكون قضايا المجتمع لو بدت للبعض انها كبيره او بعيده عن اهتمام المراه يعني تحديدا كونها هي يعني زعيمه الاسره لازم نكون صادقين يعني مع الرجال يعني هي التي تدير الاسره من الداخل وهي حقيقه قلب الاسره وهي اللي بتربي وكذا انه نتناول هذه المواضيع وايضا من بوابه المراه يعني كم الغزيات ضربوا لنا اروع الامثله في الصمود او يعني كامهات شهداء كزوجات مجاهدين كنساء مقاومات بالكلمه بالسلاح بما يعني
يملكوا بالتطوع أيضا ومواضيع أنه المعالجة لما يحصل في عالم السياسة لكن من منظور إنساني، وهذا الشيء أتوقع تميز في برنامج بلدكم عامر. يعني يمكن لك ذكريات أكثر مني كونك كنت في فترة أحداث مصر، أنا فقط عايشت فترة غزة، أنه خلال مقابلاتنا أنه في أمور خلال المقاومة أو خلال أحداث قد يعني لا يلتفت إليها الناس، لكن قضية أن العمل الصحي وأداء دوره، مساهمة الناس في التطوع، عملية تبرع نساء بالذهب مثلا، جدا حلقة مؤثرة كانت. يعني لما يكون السيدات هم جزء مما يحصل وجزء فاعل أيضا، وليس جزء هامشي أو جزء متفرج أو جزء فقط يكتفي بأن يطالع ما يحصل ويكتفي بالتحسر فحسب. نعم، يعني مريم كان من المستحيل أنه إحنا نشوف مثلا أسماء البلتاجي وهي يعني تموت على الهواء مباشرة، نشوف نماذج من النساء اللي كانوا بيقدموا أرواحهم وبيضحوا يعني بأغلى ما يملكون، ونكون إحنا هون قاعدين نحكي في الطبيخ أو إننا نحكي في التجميل أو إننا نحكي في البشرة أو في جمال الشعر. يعني إحنا عم نحكي عن البيت العامر ليس فقط بحيطانه، البيت العامر بيعمر بالناس وبذكر هالناس الطيب بتضحياتهم بعطائهم. نعم، والبيت العامر مش بس بيت الأسرة، الأردن بيتنا العامر، الأمة العربية والإسلامية بيتنا العامر، فكان لازم هالبيت العامر يحيط بكل قضايا الأمة، من خلينا نقول من أصغر طفل بيقدم وبيضحي وبيعطي للأم اللي فعلا قدمت نماذج، للرجال اللي المقاومين الأوفياء اللي الآن خلف القضبان في مصر، للناس اللي بتقدم أرواحها يوميا في سوريا من أجل أن تنال حريتها وكرامتها. إحنا المرأة مش فقط هي المرأة اللي واقفة في المطبخ بتطبخ، ولا المرأة اللي تتجمل لزوجها لما يرجع على البيت، مع هذا ليس بالقليل. نعم طبعاً مع أهمية ذلك، لكن في أمور يعني تقدمت على ذلك بكثير، وعلى أن لا نغض الطرف مريم عن كل هاي الأمور. نعم، وأكيد تتكامل بالتأكيد. يعني نعم، تتكامل. أنا بحس مرات أنه للأسف يمكن معنا مر السنين، وللأسف أيضا وسائل إعلام أخرى بيكون تركيزها على موضوع أنه يعني اهتمامات المرأة للأسف تتم تحجيمها، وهذا الشيء أنا يعني بشوفه مسيء للمرأة أكثر، لما أنه أنت خلص خليكي بهذا الإشي وكتر خيرك. فعليا لا، يعني الله ما خلقني فقط لهذا، أنا عندي أدوار متكاملة، وليس يعني وجودي في البيت أو تربيتي لأبنائي هو شيء بالقليل، بالعكس، وحتى أكون على قد هاي المهمة لابد أكون ملمة بما يحصل في الخارج، أكون على قدر الحدث، أكون واعي للحدث، أكون مواكبة للحدث. وإحنا نتحدث عن موضوع الحدث، و أحد أبرز بطلات الحدث ضيفتنا في عدة حلقات الأسيرة المحررة أحلام التميمي، نرحب فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وسنة مباركة في عمر بيتكم عامر، ولك أختي دعاء ومريم كل التحية وكل التقدير على كل جهودكم، وإن شاء الله في ميزان الحسنات ومزيد من التقدم إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحييك يا نعم أحلام. يعني مريم بدك تسمحي لي كمان أنا يعني بدي أحيي أسيرتنا المحررة البطلة أحلام التميمي، ويعني إحنا كتير سعيدين يا أحلام بوجودك معنا في هالذكرى الطيبة، لأنك أنت كنت معنا من البدايات، فأنت نورتي الاستوديو القديم، والآن نورتي أيضا الاستوديو الجديد بحضورك، والآن بصوتك معنا بهالذكرى. أحلام، ماذا يعني لك برنامج بيتكم عامر؟ يعني بداية حياك الله أختي دعاء، ولربما يعني أول مقابلة ظهرت فيها على قناة اليرموك في بيتكم عامر تحديدا كانت معك على ما أعتقد. نعم نعم، كان لي الشرف والله. والله وإحنا بالأكثر، يعني ما شاء الله ما يميز بيتكم عامر يعني بالنسبة لأحلام هو العلاقة الحميمية الرائعة التي يشكلها الضيف بعد خروجه من الاستوديو، يعني وبعد خروجه من المقابلة. يعني على صعيدي الشخصي كان أجمل شيء هو علاقتي التي يعني استمرت سواء معك أو مع الأخوات المعدات في البرنامج وما إلى ذلك، يعني ممكن هي مش لقاءات دائمة، ولكن على الأقل تجمعنا روح أخوية واحدة، هدف واحد. في المقابلات اللي تبعتها يعني كل ما كنت آجي كان أشاهد الترحيب اللي جدا رائع، أشعر بأخوة لأخوات فعلا يعني لم يلدها بطن أمي، ولكن إسلامنا وعملنا وهدفنا الواحد ل يعني للسمو بقضيتنا جمعنا وجعلنا أجمل أخوة في هذا الموضوع. بيتكم عامر يعني برنامج مميز منوع، أجمل ما فيه اللي هو مواكبة الأحداث، وجودكم ودخولكم لكل بيت،
قلب كل شخص موجود في هذا البيت عبر المواكبة، سواء بالمحن سواء بالمسرات سواء بكل المناسبات. يعني كنت دائما أجدكم سباقين لمواكبة هاي الأحداث، ويمكن أجمل مواكبة قمت فيها على الصعيد الشخصي أيضا لما تم استضافتي بعد زواجي وبعد يعني قدوم زوجي المحرر نزار التميمي من فلسطين. فكان أجمل شيء أنه شعرت بيتكم عامر معي، فرحان معي، بشاركني هذا الحدث اللي بالنسبة لي كنت أنتظره من سنوات. فلكم ذكرى جميلة جدا يعني خاصة عندي. نعم، يعني أحلام الناس أو المرأة الذين هم بحجم أحلام التميمي هم الذين يضيفون إلى البرامج وإلى القنوات اللي بتستضيفهم، لأنه إحنا بنحكي إنه المرأة لما ننتقل فيها من بيتها وهو المكان الرئيسي إلها والمهم جدا لننقل لها صورة المرأة المكافحة المجاهدة المناضلة الأسيرة، يعني فعلا أنتم تضعون الناس في صورة المرأة المسلمة المضحية، فلكم الفضل أولا وأخيرا وكل الشكر الجزيل، ولك ولزوجك أيضا تحية، ونتمنى يدوم دائما بيتكم عامر. ونحن نشاهد طبعا على الشاشة مشاهد من مقابلة حضرتك يا أحلام حبيبتنا والضيفة التي فعلا شرفتنا في الاستوديو، نشاهد مشاهد من هالمقابلة. بعرفش إذا مريم كمان بتحب. نعم، أنا بدي أخذ طلب شخصي أحلام قبل ما يعني أنه زميلتي دعاء قابلتك وأتوقع زميلتي سلام كمان، فأنا بدي منك من هلأ أحجز موعد مقابلة مع حضرتك. هناك الكثير والله. الكثير مما أحب يعني أسألك عنه ونتناول الحديث فيه، ولديك تجربة ثرية حقيقة يعني كلنا إن شاء الله منحب. إن شاء الله أختي مريم، يعني أنا يشرفني العلاقة الطيبة معكم، بالعكس هي إضافة أيضا لحياتي على صعيد الشخصي. يعني أنا أجد أخوات يعني أيضا يشاطرون العمل الإعلامي، يعني بالمناسبة أنتم يعني إعلاميات مجاهدات ما شاء الله عنكم، وكذلك يعني بعد تحرري أيضا يعني أخوض مجال الإعلامي وخاصة في مجال الأسرة، فكان جميل جدا يعني أن نتوحد بهذا الأمر. يعني عندما نعمل عمل في الله لأجل الله، الكلمة طبعا هي علينا حق نحاسب عليها، فلذلك يعني الإعلامي الذي يستشعر عمله الرباني بشكل جيد فعليه أن يعلم بأن كلمته حق ورسالته هي حق، وما يبثه في من توعية في نفوس الناس هي حق. لذلك يعني عملي وعملكم ليس بالشيء السهل. الجميل في بيتكم عامر يعني أن الأسرة كان لهم نصيب كبير وحصة كبيرة في مجمل إعدادكم للحلقات، وهذا إن دل يدل على إخلاصكم في العمل، يدل على حبكم للجهاد في سبيل الله، إن لم يكن على أرض فلسطين فهو عبر الكلمة، والكلمة هي أقوى أنواع الجهاد في سبيل الله. فبارك الله بكلماتكم وبارك بعملكم وجعلها إن شاء الله في ميزان الحسنات، ونسأل الله أن نلتقي قريبا أخت مريم، وأن يجمعنا الله أيضا كما سنلتقي في الدنيا أن نلتقي في جنان الخلد بإذن الله. نعم، يعني أحلام التميمي نحن تلاميذ في مدرستك سواء في الإعلام. نعم. أو في البطولة والصمود والتضحية. إذا أحلام التميمي كل الشكر لك وتحياتنا لك ولزوجك، ويدوم بيتك عامر. شكرا أحلام. شكرا لك أحلام، نراك إن شاء الله في القريب العاجل. هالوردة بالمناسبة لأحلام كمان. حياك الله يا أحلام، هو يعني ضيوفنا فعلا يعني يمكن قائمة طويلة من ضيوفنا اللي أثروا فينا، قائمة طويلة أيضا من البيوت اللي دخلناها وعملنا مقابلات معها، العائلات اللي أنا شخصيا يعني كان إنه شيء شعور جميل إنك تكوني معهم تعيشيهم نتحدث معهم. أيضا هناك يعني أمور جميلة في مجتمعنا الأردني، تفاصيل يمكن خلال خصوصا في موضوع المحافظات وزياراتنا المحافظات وتعرفنا لأناس جدد من مختلف ربوع الأردن، ومعنا أم طارق أيضا معنا تتحدثنا من عمان. أهلا وسهلا فيك يا أم طارق. أهلا فيكم حبيبتي. حياك الله. مبارك عليكم بيتكم العامر ودائما في إذن الله عامر إن شاء الله. وجودك يا أم طارق بوجودك الله يكرمكم. أنا بس حبيت يعني كل الكلام أنتوا حكيتوه أنا اللي كنت بس اللي بدي أثني عليه هو البعد السياسي اللي أنتوا بتطرحوه ببرنامجكم اللي كان غائب عن كثير من البرامج اللي بتقدم للمرأة. الله حيها أم طارق، الله حيها. أيوة 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 كثير ما بدهم البعد هذا يكون في البرنامج. أيوة فعلا يا أختي، هم بدهم المرأة تكون مغيبة. طب احنا البعد السياسي هو اللي بأثر على حياتنا كلها الاجتماعية حتى والله العظيم الدينية للأسف طبعا بهذا بهذه الفترة اللي احنا عايشينها.
فالحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا بهذا البرنامج اللي بيتابع التطورات والأحداث السياسية في عالمنا العربي والإسلامي، والحمد لله رب العالمين. أنا كنت بدي كمان والله أطلب منكم بعد أنكم تضيفوا بعض الفقرات، لكن الأخت دعاء حكت لي عنها أنها إن شاء الله هتنضاف. أنا كنت أحب يعني أدعو صديقاتي أنهم يتابعوا هالبرنامج، فكان أنت بتعرفي النساء للأسف متعودات على الإعلام التقليدي، الإعلام اللي بيقدم للمرأة الطبيخ والطحون والجلي والمكياج ومش عارف شو. فهو صحيح أنه أنا ضد هذا النوع، بس للأسف هذا النوع اللي بيجذب السيدات إجمالا في عالمنا العربي أو في مجتمعاتنا، لأنهم يتعودوا على هذا الإعلام، لأنهم يتعودوا هذا النمط اللي بتقدم للنساء. نعم. فأنا لما نضاف هذه الفقرات إلى برنامجكم، فلما أحس أنا صديقاتي وقريباتي على أنهم يتابعوا برنامجكم حيلاقوا إشي يجذبهم وبعدين يكملوا معكم بالنواحي الثانية. يعني أنا هيك، فكانت الفكرة أنها حلو أنكم تضيفوا هاي الفقرات. صحيح أنه أنا مش ميال لها كثير، بس أنها تجذب، خليها تعمل قاعدة شعبية أكثر للبرنامج. حياك الله يا أم طارق، وشكرا لجهودكم المباركة بإذن الله. الله يحييك يا أم طارق، سعيدين فعلا بسماع صوتك وبتواصلك معنا. وربما يعني هي هاي أكد على النقطة اللي كنا عم نحكي فيها قبل قليل، أن الموضوع في كثير من البرامج اللي بتركز على أدوار محددة للمرأة وتغفل مجمل الأدوار الأخرى لها. نعم، يعني مريم أيضا المرأة في بيتها بحاجة لتكون على اطلاع بما يدور حولها حتى فعلا تقدر تربي أولادها التربية الصحيحة اللي إحنا بدنا إياها. إذا ما طلعت على متكاملة نماذج صحيح المقاومة في غزة، نماذج الناس اللي صامدة في مصر، نماذج الناس اللي بتطالب بالحرية، فلها فعلا أن تربي جيل كما نريد. معنا أيضا الدكتور محمد العبادي من السلط، حياك الله يا دكتور. دكتورنا أنت صار عندك خبرة هلأ معنا، فبنوطي التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. نبارك لكم جهودكم المباركة في العطاء المتميز. الله يبارك فيك يا دكتور في كل الموضوعات المختارة المتميزة الرائعة، في بأشخاصكم، بتواضعكم، بتعاملكم صحيح في الضيافة، ومن يعني صحيح عطاء متميز في كافة المستويات في جميع الموضوعات المختلفة. فنبارك لكم والله جهودكم الرائعة في هذا المجال، حتى نحن على المستوى الشخصي أضفتم لنا إضافة رائعة. أن الإنسان أصبحنا نفكر معكم، حتى في بعض الأحيان أقول ما هي المواضيع ممكن التي تطرح، أصبحنا يعني نشعر معكم، لأن بيتكم عامر وأصبح هو للجميع، ليست فقط هم في الأخوات اللي في البرنامج أو القائمين على هذا البرنامج، لأن أصبحنا نحن نعيش معكم في الموضوعات الهامة الحادثة التربوية الاجتماعية السياسية الاقتصادية لكل الأردنيين، لكل الأمة العربية، يعني تهم كل ما هو لكل إنسان عربي مسلم، لكل إنسان بحاجة إلى حلول للمشاكل التي يعانيها في حياته اليومية. فنبارك لكم والله جهودكم الرائعة، ولا نستطيع أن نعبر يعني نشكرك دكتور محمد يعني كثيرا، لأن لا نستطيع أن نعطيكم حق الشكر لجهودكم الرائعة. نعم، ونحن نشكرك سيد محمد عبادي من أصلت على تواصلك، وعلى أيضا أنت كنت ضيف معنا على الهاتف في عدة حلقات، فنشكرك أيضا شخصيا استضفنا نعم بالاستوديو أيضا في الاستوديو. نعم، فنشكرك على مساهمتك معنا وعلى وجودك معنا، وعلى أنه أنت يعني اعتبرت البرنامج جزء من عائلة كبيرة كلنا. نعم، ننتمي إلها. ومشاهدين الكرام، هو موضوع أنه الناس وأن تكون قريب من الناس وأن نعيش مع الناس ربما له معنى كبير ومعنى جزيل، أنه نحن نتعلم منهم، نحن نعيش معهم وننقل قصصهم، ننقل حكاياتهم، ننقل أيضا يعني أمور كثيرة يتحدث عنها الناس. التقرير التالي بعرض أيضا رأي بعض العائلات اللي استطعنا يعني نتواصل معها حول برنامج بيتكم عامر، ماذا يقولون له وما هي الأمور اللي حسوا أن بيتكم عامر أضافها لهم. نتابعه مع دعاء هذا التقرير إن شاء الله.
بنظري ممكن فكرة إنه بيشمل أكثر من موضوع. يعني لما كان في البرنامج التقى معاي مع أسرتي كتير كان الوضع مفيد من ناحية إنه شملوا أو وجهوا الكاميرا على فكرة تميز بعض الأسر من ناحية عملها أو من ناحية تميز أبنائها من ناحية تطورها. هذا الإشي أكيد حيكون مش كل البرامج بتطلع عليه أو بتنظر له بهذه النظرة الإيجابية. ممكن عدم التركيز على بعض الفئات العمرية، ممكن بعض شؤون المنزل، ممكن بعض المشاكل الأسرية، بعض مشاكل يعني مش إشي عام بالمجتمع. ممكن نحكي إنه إشي نوادر من بعض الأشياء، ممكن هذا الإشي ما يتطرقوا له في كثير من الأحيان. نتمنى إنه يصير مثلا نظرة لبعض المشاكل اللي بتواجهها الأرملة، بعض المشاكل اللي بتواجهها المطلقة في المجتمع المحلي، إنه هذا يكون الكاميرا مركز عليه بشكل أوضح، لأنه معروف إنه بعض الأسر اللي عندها هاي المشكلة بتحتاج بعض النصائح. هلا أسرتنا خاصة، وطبعا إحنا من ضمن الأسرة الأردنية، كانت فكرة أعطونا نظرة حلوة كتير عن تميزنا. يمكن هذا الإشي إحنا نفسنا ما كنا شايفين بنفسنا، يمكن لما حضرنا الحلقة زينا زي أي ناس من المجتمع حسينا إنه الحمد لله رب العالمين إحنا متميزين. هلأ هو الفكرة تبعيته كتير حلوة، وأي فئة عمرية بتقدر تحضره وبتستفيد منه. يعني هو ما بيخص الفئات العمرية الكبيرة لأنه الصغار ما يستمتعوا فيها. هو كتير حلو، في أشياء مميزة فيه زي ما حكينا إنه يعني بيشمل فئات عمرية، ويعني فيه بيضم أكتر من موضوع. أنا السنة الماضية لما فزت بالسيماس كتير شجعني لما عملوا معي لقاء، هيك يعني شجعني يعني حفزني إنه لازم أفوز السنة هذه، إنه عملت إشي هيك يعني وضعت بصمتي. فكرة إلقاء النظر على بعض الأعمال اللي ممكن المرأة اللي غير متعلمة تصير تقدر تعملها ببيتها، بعض يمكن الورشات التدريبية اللي بتخص بيتكم عامر للمجتمع المحلي كدورات، ممكن أشغال يدوية، ممكن دورات تدريبية، يعني مش بس كأشغال يدوية، كدورات توعوية، يعني ما شاء الله عنهم فريق كثير راقي ورائع، ممكن كثير نستفيد من خبراتهم بهذه الأمور. بشكرهم كثير. أنا للأسف ما التقيت إلا مع الأخت مريم بشكل خاص، واستمرت العلاقة كصداقة مش بس كلقاء وانتهى. التقيت مع أكثر من أخت في بعض الإفطارات الرمضانية، بوجه لهم كل الشكر، رائعين، يا رب يثبتهم يقويهم يعينهم على المسؤولية اللي حملوها. أنا بهنيكم على اللي عم تعملوه، وبهنيكم إنه وصلتوا هذه السنة الثانية بنجاح، وإن شاء الله يدوم هذا النجاح دائما. إنه لو بدهم يستضيفوا واحد ناس بعمري يستضيفوا أولاد كمان بعمري، إنه يتحدثوا عن أشياء ممكن تفيد الناس والأسر، إنه برامج ممكن تساعد اللي بعمري، ممكن اللي أكبر منه ممكن اللي أصغر منه تساعدهم. بس البرنامج كتير يعني رائع وحلو، إنه بعالج شغلات يعني تتعلق بالأسرة، شغلات مهمة جدا، زي مثلا أنا حضرت له عدة حلقات، منهم حلقة 26/8 اللي كانت بتحدث عن المعلمين وعن المدارس، وهذا مهم، موضوع مهم بالنسبة لنا كتير، يعني كونه إحنا أطفالنا وأولادنا. وفي كمان حلقة تانية تحدثت عن
دور الأسرة يعني كيف بحفظ القرآن الكريم لأطفالهم، وهذا حلو كتير يعني جدا في البرنامج، تشجيع لأولادنا وأطفالنا وهيك، وإنه يعني القضايا اللي بيحكي عنها هذا البرنامج كلها بتتعلق بالأسرة وبأشياء مهمة بحياتنا اليومية. يعني صدقا هذا البرنامج كتير أفضل برنامج بالنسبة للقنوات الثانية، يعني بتعايش فيه مع الكبار الصغار الأطفال السيدات، يعني بتصل المعلومة لكل يعني مستوى سواء كان متعلم أو مش متعلم، السيدة أو الأطفال يعني بتوصلهم الفكرة والمعلومة هيك. مثلا إذا ما كنا مثلا مشجعين أولادنا على شيء مثلا زي حلقاتهم إنه أولادكم لحفظ القرآن، أولادكم للتعليم لهذا، إحنا طبعا صار عندنا تشجيع، يعني أكيد بالتأكيد كان له تأثير كبير هذا البرنامج على بيتنا. برنامج هو كتير حلو لأنه متنوع بالأسرة والمجتمع، بفيد كل الأعمار، ممكن كل الأشخاص يستفيدوا منه. بتمنى أنه يصيروا يضيفوا الأشخاص الصغار، يعني مثلا اللي عندهم قدرات مهارات بتأليف الشعر هيك يلقوها، ممكن أنه يزيدوا أنه الأطفال تسد رغبتهم في مشاهدة هذا البرنامج. وبوجه تحية لمريم تولتش ولسلام ولدعاء، هم بصراحة كتير رائعين والمواضيع اللي بيختاروها كتير رائعة. أنا بشكر أول شيء فريق البرنامج وخصوصا السيدة سلام، السيدة دعاء، السيدة مريم، وبتمنى منهم المزيد والعطاء يعني بهذا البرنامج. ومع أنه صارت فيه كمان يعني البرنامج صار فيه كتير تغييرات حلوة، وإنما كمان إحنا منطالب في المزيد بهذا البرنامج أن يكون، وبشكرهم فعلا. يعني أهلا وسهلا بكم في بيتي، وهذا شرف لي بأنكم تكونوا ضيوفا عندنا فقناة اليرموك، وأنا وقناة اليرموك وبيتي أعتبره مكانا واحد بإذن الله عز وجل. فاليرموك هي نافذة فتحت على العالم قبل سنتين تقريبا، وقدمت الكثير الكثير رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها، ومع ذلك استمرت وبقيت ثابتة بوجه التحديات، لأن هدفها إرضاء الله عز وجل أولا، ومن ثم تقديم الصور على حقائقها ومصداقيتها. وقدمت الكثير مما هو مفيد وجديد، وكان من بين ذلك برنامج بيتكم عامر، والذي قدم الكثير للأسرة والمجتمع ككل، فكان يتلمس كل ما يلزم الأسرة تربويا ودينيا، ونحن من أشد المتابعين لها كأسرة تسعى لتنشئة أبنائها على الدين والمصداقية وحب الوطن. فجزاكم الله خيرا وسدد الله خطاكم، ولكم منا كل المحبة والتقدير، وسنبقى لكم جنودا أوفياء مشاهدين بإذن الله عز وجل، وبارك الله فيكم. وسهلا فيكم مشاهدينا، وكنا مع العائلات اللي بتتابعنا، ويعني نقلنا لكم رأي هالعائلات اللي فعلا يثلج صدورنا، وأكيد بيعبروا كمان عن رأي حضراتكم. نتمنى أنه يكون رأيهم بيعبر عن رأي حضراتكم في البرنامج أثناء مشاهدينا تقديمنا لهالحلقة اللي هي بمناسبة مرور عامين على بيتكم عامر. فاجأتنا إحدى العائلات الأردنية أم ومعها طفلاتها الجميلات
لينا وزينة جايين يباركوا لنا شخصيا ومعهم هالورود الحلوة، بالإضافة لأنهم هم ورود حلوة. فمعنا جمية حمزة، وهذا استقبال على فكرة. يعني بيطلقوا مدفعية لاستقبال الشخصيات، فهذا البالون يعني عن جد استقبال لسمية خندق. أهلا وسهلا فيك يا سمية وبنوتاتك الحلوين لينا وزينة، وأنتوا فاجأتونا فعلا بهالزيارة اللي جايين تباركوا لنا فيها، فإحنا بنرحب فيكم ولك أن تتحدثي بما شئت. تسلم يا رب. صراحة أنا حبيت أستغل الفرصة اليوم فعلا أوجه شكر لقناة اليرموك بشكل عام ولبرنامجكم بشكل خاص، لدعاء الرائعة ومريم وسلام وجميع القائمين على البرنامج. بصراحة برنامجكم يعني مش مجاملة، لأنه عندكم اليوم في بيتكم. خذي راحتك خذي راحتك. مش لأنه في بيتكم، بصراحة البرنامج عن جد مميز، ويمكن أكثر الشغلة كانت تلفتني فيه أنه خرج عن نطاق البرامج العربية الموجهة للمرأة بشكل عام، أنه طبخ، أزياء، قضايا محصورة، قضايا محصورة داخل البيت، وكأنه المرأة بس مهمتها بالحياة أنه هي هاي الأمور اللي بين الطبخ واللبس والأمور هاي، وبينسوا موضوع أنه الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. إحنا أمتنا بحاجة لإعداد وبحاجة أن الأم تكون مثقفة ولتصنع جيل يرتقي في أمتنا ويرتقي في البلد، يرتقي في شعبنا كله للأفضل إن شاء الله. وهذا الإشي الرائع اللي أنا لقيته ببيتكم عامر، الحمد لله. فعن جد يعني أنا بهنيكم ما شاء الله على برنامجكم، على الأفكار الرائعة اللي بتقدموها ولضيوفكم المميزين، ولقيناها فرصه نيجي انا والصبايا الصغار. اهلا وسهلا، نورتوا ما شاء الله عليهم. يعني برضه هيك طلتهم الجميله. وشيء اللي بلفت نظري سميه انه يعني بشكل عام المراه الاردنيه، يعني حتى نكون واقعيين كمان، هي بشكل عام يعني مستوى التعليم عالي مثلا ومطلعه، وفي كثير منهم نزلوا لميادين الحياه، وانت يمكن جمعت ما بين العمل وما بين انك ربت منزل. فبشكل عام المراه الاردنيه تحديدا والمراه العربيه بشكل عام، برايك ما هي الامور اللي هي يعني قضاياها اللي دائما نحتاج لها تناولها للحديث عنها لأن نكون معها فيها بحيث أنه ننقل صوتها إلى الجميع؟ هلأ هي الإشي اللي ما بيخفى على حدا وضع الأمة، وضع المنطقة بشكل عام، الصراعات اللي فيها. أكثر إشي أنا شخصيا كأم الخوف على مستقبل الأبناء، أنه نعم. تحديات أمامهم، كيف نأمن مستقبلهم إن شاء الله، شو ممكن يكون دورنا في الأمور اللي عم تحصل حاليا، أنا كأم شو دوري ممكن يكون في بالمنطقة بهذه الطريقة لأضمن كمان احتفال لا أضمن لبناتي إن شاء الله، لعائلتي إنها تكون بالطريق الصحيح، إنها تكون بأمان إن شاء الله. ما نحيد عن الحق، يعني زمن فتن مثل ما بقولوا، بدك تحاولي توصلي لأبنائك، توصلي بعائلتك وبمعارفك ومحيطك، إنه نوصل لمرحلة إنه الوعي أهم شغلة. نعم. شو بنحتاج في هالمرحلة؟ أكثر شيء هي المرأة تكون واعية، مش إنه كل اهتمامها مثلا بالأمور العائلية، مثلا ناموا الأطفال ولبسوا واشتروا، لا، لازم تزرع فيهم تفكير معين، تزرع فيهم الحرص على الأمة، الحرص على الشعب. مثل ما قلتي قبل شوي، الأردن كله بيتنا العامر. صحيح. كيف فعلا لازم نربي أبنائنا بطريقة إنه كل شارع بالأردن هو بيتنا. يعني يمكن أنا الصغار بيضحك على شغلة، بنطلع بالسيارة كثير بيستاءوا إذا حدا رمى شغلة من الشباك. ماما شو في هداك، ما بدير باله على الأردن، ما بدير باله على وطننا. يعني على طول بتلاقي هاي الكلمة على طول بتطلع معهم. سمية، يعني وانت عم بتقولي لازم نزرع في أبنائنا، احنا نشوف شو زرعت سمية في أبنائها، فبنحكي مع لينا. يلا. لينا حبيبتي، انت بتشوفي ماما وهي بتتابع البرامج المفيدة والبرامج اللي يعني بتتابع فيها قضايا الأمة وكذا، انت شو البرامج اللي بتحب تتابعيها؟ يعني بحب قناة الأطفال وبحب اليرموك. يا عيني، هذا أهم إشي. خلاص جابتها من الآخر لينا. طيب لينا، أنت وأنت كمان زينة ما شاء الله، ما شاء الله عليكم. طيب لينا، يعني أنت بتحبي البرامج الهادفة ولا بس أنك مثلا تطلعي على برامج أطفال تضحكي عليها أو أنك تتسلي وقصة وهيك على الماشي، ولا بتحبي يكون في هدف، بتحبي معنى تطلعي فيه من البرنامج اللي أنت عم بتتابعيه؟ بتحبي ماما تدلك على قنوات خاصة بحيث أنك تقدري تتابعي إشي مفيد إليك؟ يعني بحب أتابع القنوات المفيدة وبستمتع شوية بقنوات الأطفال. حلو. ما شاء الله عليك يا لينا، وانت جايبت لنا وردات، انت بدك تعطينا اياهم. طيب احنا طبعا بدنا نشكرك سمية ونشكر بنوتاتك الحلوات، وان شاء الله يدوم بيتك عامر بهالزهرات وتجيبي لهم اخوه واخوات. احنا بدنا يعني تكاثروا فاني او تناسلوا فاني مباهن بكم الامم، فان شاء الله يا رب يدوم بيتك عامر، واحنا كثير مبسوطين لوجودك معنا ولزيارتك لنا. انا اكثر، يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا لكم.
سعدنا بزيارتك يا سميه، انت ورداتك الحلوات ما شاء الله عليهم يعني نعمه تربيه، اسال الله انه يبارك لك فيهم وترى ثمرتك يعني فيهم في تربيتهم في انجازك ايضا يعني معهم، كوننا احنا باذن الله نجمع ما بين رعايه الابناء وتربيتهم. بس قبل الفاصل عم نحكي لنا فاصل بدنا نهدي الورده لسميه. تاكيد تسلمي يا رب كلك ذوق. تفضلي يا سميه كمان لزوجك عشان بتحكي لي انه طلعت ورجعت لك بهديه. ان شاء الله. شكرا لك. ما شاء الله عليك لها مستقبل اعلامي يا سبي. يسلموا هاتي بس 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 ان شاء الله عليك. خليكم عنا طيب، خليكم عنا هون، ضلكم عنا. اهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. طيب احنا توازن الحياه انت رقيها اذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين كل وقت ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيت ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت صنعت ترين عندك اقتدارا فكوني ما رأيت تنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي 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 كما أردت مشاهدينا. واحنا اكيد عايشين اجواء الفرح بمرور عامين على برنامج بدكم عامر واجواء البلالين والورود بس بفرقعوا قاعدين يا سلام من الفرحه. وأهلا وسهلا فيكم كمان مره زميلاتي، واكيد احنا مشاهدينا يعني بنهايه هذا اليوم الجميل اكيد احنا من حابين نوجه شكر لكل من تواصل معنا، لكل من كان معنا، ولكل من دعمنا ودعم البرنامج سواء باتصال او بمشاركه على الفيسبوك. نشكر كل من كان معنا قلبا وقالبا، واكيد انا كمان بحيي زميلاتي وبشكرهم ايضا على وجودهم بهذا البرنامج، انه كل وحده فيهم كانت يعني لها بصمه ولها اثار، ونشكر فريق الاعداد، واكيد هلا دعائي حتشكر الكل اسما اسما انك شاطره ما شاء الله بتحفظي اسماء. وانا حاب اقدم لكم هالوردات بالمناسبه. تفضلي. والله انك وردة يعني بس عن وردات الله يحييكم يا رب. شكرا جزيلا يا سلام. احنا حابين نسمع هلا مريم ودعاء رسالتكم للمشاهدين لفريق العمل لاي احد كان معنا في البرنامج،
نسمع منكم حتى نختم هذا اليوم الجميل. نعم طبعا هي فرصة جميلة مشاهدينا الكرام أن نكون معكم وتكونوا معنا في هذه الحلقة المميزة بمناسبة إطفاء الشمعة الثانية ودخولنا لسنة ثالثة، وهي فرصة جميلة أكون مع صديقاتي زميلاتي في هذا البرنامج مع فريق الإعداد أيضا، نوجه للجميع التحية. ودائما أعزائنا المشاهدين الكرام دائما نحن معكم وأنتم معنا، نحن منكم وأنتم منا، فنبقى على تواصل وعلى تفاعل حتى نعمر معنا بإذن الله البيت العامر. دعاء. نعم يعني أنا كمان إذا بتسمحوا لي مشاهدين الكرام يمكن والمخرج بدي أطيل شوي لأني بدي أذكر فريق التصوير الخارجي، ما تحسبوا من الوقت اللي إلي هذا خارج الوقت. بدنا نشكر فريق التصوير الخارجي اللي كان معنا بكل جولاتنا الميدانية بما فيها يا صبايا. نعم. من مفاجآت كنا نتفاجأ فيها أو كواليس صحيح خلف الكواليس. والله يا مشاهدينا الكرام لو بدنا نحكي لكم شو الأشياء اللي كانت تصير معنا بدنا حلقات وحلقات. يعني يمكن ما سمعت. طيب يمكن من الأشياء اللي صارت معنا إحنا مرة كنا على شارع الأردن ووقفتنا الشرطة، كان في دوريات وعم بيوقفوا السيارات اللي مارة، فوقف فريق التصوير كله وأنا صراحة رخصتي ورخصة السيارة كانت منتهية. يعطيك العافية. بس الحمد لله ما خلفنا على خير. نعم يعني ما خلفنا مشولنا إياها رجال الأمن اللي بنوجه لهم تحية. أنا بدوري بدي أوجه تحية لكل الناس اللي تابعتنا، لكل اللي وقفوا معنا، لكل اللي ساندونا بالكلمة بالاتصال بالزيارات بمشاركتهم لنا في المواضيع، لكل الفريق اللي كان معنا بفقرات على ذوقكم، لكل أكيد الناس أكيد. اللي زودتنا بالمواضيع، لكل الناس اللي تابعتنا من خلف الكاميرات من خلف الشاشة وكانت تبكي معنا وتضحك معنا وكانوا ينتظروا برنامج بيتكم عامر، كل الشكر والتقدير. حتى الناس اللي ما بتتابعنا ويمكن اليوم تشوفنا لأول مرة كل الشكر لكم. نتمنى أكيد. أنكم تتواصلوا معنا في المرحلة القادمة. فريق التصوير الخارجي مدير الإنتاج منيف البدور، شكرا يا منير ولؤي الصالح عن جد اللي قمة في النشاط والحيوية ومبدع، شكرا لك يا لؤي. ويوسف الخطيب كمان كل الشكر والتقدير. شباب التصوير قالوا لي ذكروكم، محمود الشوبكي، أنس الشريف، جميل الجابري، محمود إدريس، كل الشكر لكم. وأيضا أبو أنس، محمد القاق، أيضا قصي وسام البدور، تحية لإدارة القناة كلها طبعا أكيد. أستاذ خضر المشايخ، علاء برقان، بلاش يزعلوا منا يعني تشكر طبعا نشكر يعني كمان لمجلس الإدارة كمان لكل الشباب اللي بيساعدونا ومعنا وللصبايا. إذا مشاهدينا كمان بدي أشكر اللي تواصلوا معنا على الفيس وقدموا لنا التهاني، نجاح الجمل، أسامة ديماس، عبق الريحان، أمينة، مروة طبازة، ومنى الأخرس، شكرا جزيلا لكم على التهاني. احنا دائما انا والصبايا بنسعد بصحبتكم. سلام فريتخ، شكرا لك. وانا شكرا اكيد لكم يعني بتعلم منكم زميلاتي وكل التحيه والتقدير واحني لكم الهامات فعلا. ومشاهدينا انا دائما شخصيا ومع زميلاتي نسعد بصحبتكم وندعو الله عز وجل ان تطيب دائما اوقاتكم، ان تدوم بيوتكم ونفوسكم عامره. نشوف هالتقرير وراي الاخصائيين والاستشاريين في برنامج بيتكم عامر وما هو المطلوب القادم. نحن بدنا نودعكم في امان الله. إذن مشاهدينا في امان الله نلقاكم على خير، وبكم ومعكم دوما يحلو اللقاء. بيتكم عامر في امان الله. بيتكم عامر بنقولها دعوه كريمه لاصحاب البيت رجاء بدوام الخير لإلهم. بنقولها شكرا للعائله اللي بتستضيفنا في بيتها على حفاوتها وحسن استقبالها. واحنا في بيتكم عامر في احتفالنا بالذكرى السنويه الثانيه حبينا نكون مع عائلتنا الكبيره من ضيوفنا اصحاب الاختصاص، وكانت لهم هاي الكلمات الطيبه. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب، كل عام وانتم تتعبدون الله وتتقربون اليه بما تقدمون من اصيل اسلامي في كل ما يتعلق في بناء الأسرة، بناء المجتمع المسلم. بهني بيتكم عامر بإطفائه للشمعة الثانية من تواجده على ساحة قناة اليرموك، وبنهني كل البيوت الأردنية وإن شاء الله تضل كل البيوت الأردنية عامرة ببرنامج بيتكم عامر. وبقترح على برنامج إنه يكون في تسلسل أكثر اختصاصية، نمسك موضوع تربوي ونبدأ فيه، ناخذ مثلا 4 حلقات 5 حلقات عن نفس الموضوع حتى ما نضل نتنقل من زهرة لزهرة في الأمور التربوية. وإن شاء الله لكم مزيد من التقدم والنجاح والله يعطيكم ألف عافية. قناة اليرموك وتحديدا بيتكم عامر كانت بالنسبة لي حلما وتحقق بفعل الله بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك الحلم، أن يكون لأهل الأردن وللمسلمين كافة فضائية متميزة برسالتها ومصداقيتها
راقية في طموحها وأهدافها، كان هذا حلم، ونسأل رب العالمين أن يكون قد تحقق من خلال قناة اليرموك وتحديدا برنامج بيتكم عامر. ومع زحام الفضائيات وكثافة البرامج، بيتكم عامر كان له بصمة تميز، وبتضافر جهود فريق الإعداد والتقديم كان الحرص على تقديم الأفضل، على التجدد والإضافة. تحدث ضيوفنا عن نقاط قوة البرنامج وما الذي أضافه بيتكم عامر للأسرة العربية عامة والأردنية خاصة. بشكر برنامج بيتكم عامر، هذا البرنامج اللي بيتميز بتنوعه، بيتميز بعمقه، بيتميز بمساحة الكبيرة الجغرافية اللي بغطيها بين الأهالي، بالوعي الكبير اللي أثر فيه على الأمهات وعلى الآباء وعلى حتى على أبنائنا. برنامج بيتكم عامر كان برنامج مميز من خلال هذا التنوع الذي كان يطرحه في المواضيع، من خلال الضيوف المميزين الذين كان يعني يستقبلهم في هذا البرنامج. قد تكون ميزة هذا النوع من البرامج أنها تختلف عن كثير من القنوات الأخرى بكون أن الضيوف أو المحاور هي من الناس وإلى الناس. أحيانا المتابع لبعض القنوات قد يلاحظ أن هناك نوع من التعالي أو النخبوية عند الضيف في التعامل مع الجمهور، كأنه يخبرهم أنه هو أفضل منهم نوعا ما. لكن ميزة برنامج بيتكم عامر وضيوف برنامج بيتكم عامر أنهم ضيوف من الناس وإليهم. الأخوات الفاضلات المذيعات أو المقدمات لهذا البرنامج، أولا هن من اللواتي يعني يعشن المشاكل التي يعني تمر بهن، وبالتالي هذا يجعلها تطرح السؤال وهي تنتظر إجابة تشفي الغليل. والقضية الثانية هن من الوسط الأردني المتوسط، يعني من البيئة الأردنية التي تشعر بالمشاكل التي تطرح. والقضية الثالثة هذه المشاكل التي يأتي بها فريق بيتكم عامر هي مشاكل تمس كل بيت، بل في بعض القضايا كانت تدخل إلى غرف النوم، في بعض القضايا كانت تدخل إلى أخص خصوصيات الرجل والمرأة، إلى أخص خصوصيات الناس في بيوت وتحاول أن تطرق هذه المشاكل. فحاولوا فعلا من خلال هذه القضايا أن يطرقوا قضية مركزية وأن يضعوا إصبعهم على الوتر الحساس. وختاما كلمة أوجهها للضيوف التي يستضيفونها في برنامج بيتكم عامر، أنهم ضيوف في أغلبهم ولا أقول كلهم كانوا ضيوف من فئة الشباب، الفئة التي تعيش المشكلة، الفئة التي تحاول أن تأتي بحل المشكلة من واقع المشكلة ومن واقع الناس. متميزة في الأسلوب الواضح والسهل والقريب من الناس، منسجمة مع أخلاق الناس وعقائدهم، منسجمة مع شريعتنا الإسلامية، ليست غريبة ولا بعيدة عن قيمنا العظيمة. برنامج بيتكم عامر يصب اهتمامه بالأسرة والتي تشكل التحدي ضد أمام جميع السياسات التي نراها في مثل هذا الوقت، تلك السياسات التي ألزمت فيها الدول العربية بالمؤتمرات والمواثيق الدولية وتسييس حتى داخل الأسرة وتأجيرها إلى جهة إلى قيم بعيدة أصلا عن أصولنا وقيمنا. بيتكم عامر يمثل الكلمة الصادقة المؤتمنة التي توجه الأسرة حول ما ينفعها ويجلب لها السعادة والاستقرار الآمن. بيتكم عامر هو مؤتمر لأهل الكفاءات ولأهل الخبرة ولأهل الاختصاص، يجمعها بيتكم عامر جميعا في مكان واحد لتلتقي وتصب كل تلك الخبرة وكل تلك الكفاءة في مكان واحد سهل قريب المنال من كل أسرة تبحث عن المعلومة الصحيحة الموثوقة. بيتكم عامر لمست فيه جهودا مخلصة، تلك الجهود التي أعتبرها نحتت في الصخر وأحدثت من اللاشيء شيئا عظيما. بيتكم عامر حقيقة أثمرت فيه الجهود بحيث وصل إلى كل أسرة تسعى إلى تحقيق منفعتها أو تبحث عن المعلومة المفيدة والآمنة وجدتها حقيقة في بيتكم عامر. بيتكم عامر جاء في الوقت الذي كان الإعلام فيه غير مأمون، وكان الإعلام سببا من أسباب المشاكل الأسرية، فجاء بيتكم عامر يشكل زاوية الإعلام الذي يحتضن تلك الإشكالات ويحلها. في النهاية طلبنا من ضيوفنا نصيحة، كلمة إرشاد، علامات على الطريق نستأنس فيها حتى نبقى دائما عند حسن ظن المشاهد ونكون دائما في تقدم وتفاعل مع متابعينا، أسرة واحدة تطمح لتحقق معنى البيت العامر. أتمنى يعني أن يبقوا هم نبض الناس وقريبين من الناس ومشاكلهم. كلمة لهم، الأولى قلت أن يبقى عنوان البرنامج كما هو بيتكم عامر، والقضية الثانية أن يستمروا على ما هم عليه. أقترح وأوصي أنه هذا البرنامج أنه بعض الشيء أنه ينزل إلى الميدان